حلقة جديدة وتاني أيام الأسبوع 10 الصبح في الأهلي. والنهاردة أكيد معانا حديث مطول عن بقى، هنتكلم عن الأهلي ونتكلم عن محليا شوية. احنا رحنا للعالم بقالنا فترة طويلة طبعا، والمونديال اللي حديثه لا ينتهي، ولكن النهاردة هنركز أكتر على المحلي والدوري المصري والنادي الأهلي، وعندنا ماتشات مهمة، وعايزين كده نشوف الوضع الفترة اللي جاية إن شاء الله هيبقى عامل إزاي، خصوصا أنت متصدر دلوقتي طبعا يعني الدوري الحمد لله، وعندنا كلام كتير وفي ماتشات مهمة وغزل المحلة واتحاد السكندري، هنتكلم في كل ده ان شاء الله على مدار الحلقه النهارده. على مدار حلقه النهارده وكمان على مدار فقرتنا الحواريه الاولى اللي هينورنا فيها كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق اللي دايما بنسعد وبنتشرف بوجوده معانا، والجدير بالذكر برضو ان فقرتنا الثانيه هتكون الدكتور باهر السعيد هو اللي هيشرفنا فيها في هذه الفقره، هتكون معنا هواند، وبطبيعه الحال اكيد هيكون في كلام يعني حول موضوع ما يهم الكم الاكبر من حضراتكم. تعالوا بقى قبل ما ندخل في حدث اليوم، وهو بالمناسبه قرعه دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي بيشارك فيها من مصر النادي الاهلي ونادي الزمالك، اكيد هيكون لينا كلام كتير عنها، بس خلونا في البدايه نبتدي كلامنا الاول بمباراه النهارده، وهي مباراه في منتهى الاهميه في مسابقه الدوري العام طبعا امام نادي الاتحاد السكندري والمؤجله من الجوله الرابعه. مواجهه الاتحاد اهميتها لا تقل عن اي مباراه من الماتشات اللي هياخدها النادي الاهلي الفتره اللي جايه لمليون اعتبار اتكلمنا فيهم واكيد هنرجع نتكلم فيهم تاني. ده كله غير ان الاتحاد السكندري الحقيقه الموسم الحالي بيقدم مستوى عالي جدا وناجح جدا، قدر ان هو يكسب اول ثلاث مباريات وياخد العلامه الكامله، ولكنه اتاخر بعدها وخسر اخر مباراتين امام المحله وفيوتشر، عشان يعني كده نقدر نقول انه كل الفرق في الشويه اللي فاضلين كل الفرق عندها نفس الرغبه ان هي تحقق نتائج ايجابيه، وطبعا صراع النقطه سيكون قوي جدا جدا. وافتكر ان الموسم اللي فات احنا فقدنا اللقب بسبب يعني نزيف نقاط ما كانش ليه اي لازمه، نقاط سهله جدا للاسف الشديد اهدرناها امام فرق مش في قمه جدول المسابقه. طبعا بقول الكلام ده مع كل الاحترام ليهم، زي البنك الاهلي اللي اتعادلنا معاه ماتشين والجونه وايسترن كومباني والمقاولين العرب، كلهم فرق محترمه مفيش شك، لكن بيني وبين حضراتكم الطبيعي اننا كنا نكسب كل الماتشات دي، عشان كده بقول مش عايزين نفرط في اي نقطه من النقاط الثلاث دي، كل مباراه من المباريات القادمه، ولازم نحط دايما في اعتبارنا ان الاتحاد السكندري فقد اخر النقاط بتوع اخر ماتشين، يعني هيبقى داخل الماتش ده وعنده رغبه كبيره جدا في انه ما يخسرش المزيد من النقاط. بص انا بتفق معاك، كمان بنتكلم عن المباراه الاخيره، لو جينا كده اتكلمنا بتفصيل اكتر اللي احنا لعبناها على او امام غزل المحله على ملعبهم، كانت يعني بجد لو احنا هنديها لقب او هنقيمها كانت اكتر من ممتازه. ليه؟ لان عجبنا جدا الاداء وعجبنا جدا نروح لعيبه النادي الاهلي. كمان لو هنروح لحدث النهارده وهو قرعه طبعا دوري ابطال افريقيا اللي بتاخد اهتمام وحيز كبير محليا حاليا يعني وافريقيا، وانت بتتكلم ان احنا ما زلنا كمان في اجازه المونديال، والنهارده عندنا كمان حدث بيهم اعتقد كل الجماهير الاهلاويه بصفه خاصه وطبعا المصريه بصفه عامه، وهي قرعه دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا اللي الناس كلها منتظراها، وهي اللحظه المرتقبه القرعه وتصنيف كمان الفرق في البطوله اللي هتشارك. فيعني لما بنتكلم كده نادينا العظيم نادي الاهلي طبعا زي ما بيتكلم، وهو الاكثر تتويجا بالمناسبه زي ما حضراتكم عارفين باللقب الافريقي في 10 مناسبات، وكان معاه طبعا من مصر نادي الزمالك، وهنقول برضو لحضراتكم هنا يعني تصنيف الانديه المشاركه بقى في البطوله، وكمان نظام دوري المجموعات هيكون عامل ازاي، وفرص برضو ممكن نتكلم عن فرص كل فريق في بلوغ الادوار النهائيه. لكن خلينا نبدا كده ونقول حاجه او ننوه وناكد على حاجه قبل ما نتكلم، يعني حابين ان احنا نقولها لجماهيرنا كمان، احنا كل موسم لو بنتكلم احنا بنشارك في دوري ابطال افريقيا كان بشكل مستمر الى حد كبير عفوا، لكن ده غير اننا كمان اصحاب الرقم القياسي في حصد اللقب ده برصيد 10 القاب بدايه من اول لقب ده كان عام 82 حتى لغايه النجمه العاشر اللي كانت 2021. يعني انت لو جيت كده يعني قيمت زي ما بتحكي نسبه نجاح ساحق او ساحقه لمشاركه الاهلي في البطوله الاغلى والبطوله الاكبر زي ما بيطلق عليها طبعا بالنسبه للانديه في افريقيا. طيب هو ده التاريخ اللي انت بتتكلم عنه دايما لما تيجي تتكلم عن حاجه كبيره او عن نادي او عن كيان،
تيجي تتكلم عن نفسك تتكلم عن التاريخ، ده تاريخ النادي الاهلي في المنافسات القاريه، وده غير طبعا عدد كمان بطولات السوبر الافريقي والمشاركات المونديليه كلها، يعني حق حصري وزي ما تقال حق اصيل للجماهير الاهلاويه ان هي تفتخر بيه، تفتخر بالنادي بتاعها، تفتخر بالكيان اللي هي بتشجعه. تاني انا هرجع اقول انا ليه اصلا بتكلم بالطريقه دي وليه بقول الكلام ده، كل ده علشان برضو من البدايه كده نبقى معرفين ونبقى احنا كمان عارفين ان كل المنافسين هيعلموا عليك او هيحاولوا ان هم يعني يعلوا عليك علشان انت النادي الاهلي في الاول وفي الاخر، هم عارفين انك اقوى فريق كمان في القاره والوحيد تقريبا المستوى ثابت بشكل كبير جدا وبشكل مستمر بغض النظر عن الموسم واللي حصل يعني الموسم اللي فات، لكن طبعا ليه ملابساته وليه حديثه واتكلمنا فيها بشكل كبير. وعلى فكره طلعنا وقلنا احنا لم نكن الافضل، ما قلناش ان احنا النادي يعني الاهلي اللي هو ما بيغلطش، اللي ما فيش عنده ثغرات، اللي ما بيبقاش فيه للاسف دروب مثلا موسم ما، قلنا الموسم اللي فات ما كانش اصلا احنا ما كانش ده النادي الاهلي بكل الاشكال. لكن الفكره وهنرجع ناكد تاني، انت لما بتبقى كبير يا كريم حتى لو وقعت حتى لو تعثرت بتعود مره تانيه، وده اللي حصل او زي ما بيتقال كده قد كان. الموسم اللي فات كنا في حاجه وبدانا هذا الموسم سواء افريقيا او محليا بشكل تاني خالص، والارقام هي اللي بتثبت ده، احنا مش بنتكلم عن نفسنا. النادي الاهلي لو هنتكلم بلغه الارقام هو لعب يعني ثلاث نهائيات اللي هي كانت الاخيره على التوالي، كسب منهم اثنين وخسرنا واحد، وكان النهائي خارج ملعبه زي ما حضراتكم عارفين امام طبعا الوداد اللي كان ليه برضو يعني ظروف وملابسات هنقول غريبه عمرها ما حصلت غير في افريقيا لو هنتكلم، ومش وقتها دلوقتي نخش في تفاصيلها، بس حضراتكم اكيد كنتوا او لسه فاكرين ايه اللي حصل وقتها. يعني عشان كده من المهم جدا للجهاز الفني انه يبتدي يشوف من دلوقتي احتياجات كل كل تفصيله ليها احتياجات، الاحتياجات دي لازم تتلبى وباسرع وقت ممكن، لازم نبقى داخلين على المرحله اللي جايه واحنا مستعدين وجاهزين بكل ما تحمله الكلمه من معنى، خصوصا ان احنا بعد المونديال هنرجع بقى ندخل بقوه في المنافسات المحليه، وكمان مع بدايه السنه هندخل في المنافسات القاريه. خلينا يعني نحكي كده مع حضراتكم شويه ونقول لكم نظام القرعه. اولا هيبقى في اربع مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق، هيتاهل من كل مجموعه الاول والثاني للدور ربع النهائي، بعد كده هتحصل قرعه ومنها للدور نصف النهائي، وبعدها بطبيعه الحال المباراه النهائيه. نظام التصنيف هيبقى المستوى الاول الفرق اللي على رؤوس المجموعات، طبعا الاهلي بطبيعه الحال بصفته حامل لقب بطولتين من اخر ثلاث بطولات، والوداد المغربي بصفته حامل لقب البطوله الاخيره، واكيد الترجي التونسي اللي وصل للادوار النهائيه في اخر نسخ وكسب نسخه 2018 و2019، ثم الرجاء المغربي حامل لقب البطوله الكونفدراليه وصاحب التصنيف المتقدم نسبيا في افريقيا. دول فرق التصنيف الاول، يعني الاهلي، الوداد، الرجاء، الترجي. بعد كده فرق التصنيف الثاني هتكون ان شاء الله هي الزمالك، سان داونز الجنوب افريقي، بيترو اتلتيكو الانجولي، حوريا كوناري الغيني، وكلها فرق مميزه، هي كوراكري عفوا الغيني، كلها اكيد فرق مميزه جدا، واكيد كل فريق منهم هيقع في لقاء مع الاهلي، اكيد هتكون المواجهه مش سهله باي حال من الاحوال وهتكون مختلفه جدا، لكن كل الاسماء اللي اتقالت كوم، لكن بطبيعه الحال لو القدر خلى ان اللقاء ده يجمع ما بين الاهلي والزمالك اكيد كالعاده هتكون مواجهه ليها خصوصيه شديده جدا تتسق وتتماشى مع البعد الجماهيري ونسبه المشاهده العاليه في مصر وفي الدول العربيه كلها بالمناسبه، واكيد هتكون برضو تحدي خاص، خصوصا ان اخر لقاء بينهم في افريقيا كان نهائي نسخه 2020 لو تفتكروا، دي المباراه اللي فاز فيها الاهلي بالقضيه طبعا بتسديده قفشه. ما تنسيش ابدا في حاجات كده في اي حاجه، حتى لو انت هتتكلم في مجالات مختلفه في الحياه يعني ما بتتنسيش احداث كده، مشاهد معينه، لقطات معينه، صور معينه. في كره القدم برضو في حاجات طبعا ما بتتنسيش ابدا، والنجوال ما بتتنسيش. لو هنتكلم محليا يعني اكيد الجول بتاع قفشه والقضيه ممكن لا يمكن ان هي تتنسي مهما عدى عليها سنين، تالي دي هتبقى خلاص او اتحفرت في الذاكره يعني. وده مش عشان حاجه بس هي كانت فعلا يعني لا كان جول حلو قوي قوي يعني، تعب عليه اغاني كمان انا فاكره فعلا يعني وقتها كانت قاضية بالمعنى الحرفي. دي حقيقة. على كل حال احنا عايزين نستكمل برضو بقية تصنيف الفرق، خلينا نروح للمستوى الثالث بقى اللي بيضم هنا فرق منها سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري ومواطنة شبيبة القبائل الجزائري والهلال السوداني. ونفس الأمر برضو لو رحنا يعني الأربع فرق كمان ليها حضور مميز طبعا في البطولة، وأخيرا كان المستوى الرابع لأندية القطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الأوغندي وفيتا كلاب الكونغولي. طيب احنا كده لو احنا اتكلمنا احنا أمام أكتر من سيناريو، يعني تعالى كريم نروح برضو للسيناريوهات اللي ممكن إن هي تتم، يعني
لو قلنا ان احنا مثلا في مجموعه سان داونز على سبيل المثال مثلا، وشبيبه القبائل او الهلال السوداني والقطن مثلا الكاميروني، هتلاقي انت من التصنيف الرابع اكيد هتكون برضو مجموعه اعتقد وقتها قويه جدا. طبعا. طيب طبعا. في او لو كمان معانا الزمالك زي ما كنت بتتكلم في التصنيف الثاني وشبيبه القبائل او الهلال او حتى شباب بلوزداد، هتلاقي في التصنيف الثالث والقطن كمان من التصنيف الرابع، فبرضو اعتقد ان هي هتكون مجموعه قويه جدا. يعني conclusion البطولة كلها conclusion قوية الحقيقة، هي بطولة قوية طبعا. والبطل فيها بيكون صاحب، طبعا بنقول هنا في البطولة دي تحديدا النفس الطويل، يعني نفسه أطول هو اللي بيكون صاحب اللقب، وأكيد كمان هيكون لينا استعداد خاص مع أو من اللاعبين والجهاز الفني. عايزين نشوف كرة حلوة في الأول في الآخر، لأن أنت خارج برضو من مونديال العالم، ومونديال العالم بيخليك تقارن، تيجي تشوف كده غصب عنك على فكره، مهما كان تيجي تقعد تقارن تقول شوف الكوره هنا، شوف هنا الكوره، شوف التمريرات، شوف اللعيبه، شوف الاداء، شوف الخططيه، شوف التبديلات. الصح تحس بقى في بقى الحاله دي يعني ايه؟ ايه بقى الصح في الحاله دي؟ ما نقارنش طبعا، لو قارنتي هتتضايقي وهتزعلي وحاجات كده. ما هي المقارنه اوقات بتبقى كريم بصيغه حلوه او ايجابيه، انا بقارن ممكن عشان حابب ان انا اوصل لهذا المستوى، مش بقارن عشان اقلل من شاني. ما ده المفروض. يعني لو هنتكلم بقى جد فعلا صح، يبقى نقارن عشان نشوف احنا ناقصنا ايه عشان نبقى كده، فنبقى كده بالبساطه دي. يعني انا بتفق معاك، لكن برضو اللوم ليس فقط على اللعيبه ابدا، اللاعبين مش هم اللوم عليهم، ولا هتكلم عن الاداره الفنيه، هي منظومه كامله زي ما احنا اتكلمنا، تطوير منظومه كره القدم المصريه بما تحمله من يعني فئات مختلفه وكيانات مختلفه، هي دي اللي لازم الواحد يشتغل عليها. اتكلمنا برضو قلنا مفروض ان المسؤولين في هذا الملف او عن هذا الملف احدثوا تغييرات كثيره جدا، وكان في استقطاب لبعض العناصر الاجنبيه علشان تيجي وتحدث تغيير في الكره المصريه، لكن هنشوف ده لما يبقى في منتخب، ولما المنتخب يؤدي حاجة على الأرض، وبالتالي طبعا المنتخب أو يعني ده انعكاس للأندية المحلية، ما هو المنتخب من الأندية المحلية، فلو الأندية المحلية عندك في طفرة حصلت خصوصا الموسم ده في الدوري بعد كل الصفقات اللي احنا برضو اتكلمنا عنها، ربما ده يدي انعكاس جيد مع المنتخب. هل ده هيحصل أو لا؟ ده اللي هيبان، لأن ما نقدرش نقول بتالي من دلوقتي أبدا، ولا نقدر إن احنا نقول حتى في مستوى أفضل هذا الموسم في الدوري، لسه ما شفناش قوي يا كريم. يبقى بالتالي لا نملك غير إن احنا ننتظر ونشوف يا ترى التغييرات دي هتؤتي ثمار ولا لا، يا ترى هيبقى لها انعكاسات ايجابيه هنلحظها كلنا الفتره اللي جايه ولا لا، لان احنا الحقيقه نستحق احسن بكتير من كده واكتر بكتير من كده. احنا كميه الناس على فكره مصريين وعرب اللي قالوا يعني بصيغ مختلفه، خساره كبيره ان مصر مش بتشارك في النسخه دي من كاس العالم، واحنا على فكره شفنا شويه ارهاصات كده في الفتره الاخيره تؤكد لنا ان احنا لو كنا شاركنا والله كان هيبقى لنا قول، بس يلا كل كريم انت بتلعب احسن من منتخبات كتيره جدا مشاركه، يعني في منتخبات شاركت مش عايزه حتى اقول اسماء، مش بتكلم على منتخبات عربيه، بتكلم في العالم في العموم، في منتخبات شاركت بجد لا تفقه شيء عن كره القدم أصلاً، مش لعبتها، مش تاريخها، يعني قارنت تاريخك مع تاريخ هذه الدول، لا هم عندهم طفرة في رياضات أخرى، وبالتالي أنت كان أحق ليك أن أنت تشارك، لكن هنرجع نقول خلاص الملف ده يعني مش عايزين نقعد نتكلم في حاجة سابقة، خلينا نبص لقدام، بس بجد لازم يكون في محاسبة قوية بعد كده يا كريم، لو المنتخب المصري ما أصبحش على المستوى المرجو اللي يليق بينا مع كل الأسماء المحترفة، مع كل الأسماء المحلية الكويسة اللي موجودة عندنا، مع إدارة فنية أعتقد مفروض إن هو ما يتمش الاستخصاف إن أنت تستقطب مدير فني، هنقول أجنبي لأن لسه بدري على فكرة المحلي دلوقتي، خلينا نبقى صراحة، يعني ان انا اجيب مدير فني محلي زي وليد الركراكي على سبيل المثال ويعمل لي طفره مع المنتخب بتاعي حتى لو كان جاي قبلها بثلاث شهور، ما اعتقدش ان دي متاحه حاليا، كانت موجوده اكيد طبعا قبل كده بس لم تقرر، او يعني زي ما بتقال يا كريم ما قررتش وما حصلتش وما فيش الثقه اللي انت تخليها حتى تتكرر مره ثانيه. فلو احنا بنتكلم ان احنا هنجيب مدير فني اجنبي وقد كان، نتمنى ان ده يترجم على الارض بقى بنتائج، مش بس فكره ان انا عملت كل ده وفي الاخر ما فيش اي مشاركه في المونديال مثلا. طبعا لازم كل انا بقى عملت ايه، كل فهمني؟ المتطلبات يتم توفيرها، كل العقبات يتم تذليلها، لان كده كل المعوقات يتم صعب التخلص منها، عشان بعد كده لما يبقى في وقت للحساب، وطبعا لازم يكون في وقت للحساب كده والمحاسبه، نبقى بنحاسب على
متبينه، ما يبقاش في اي شماعات قابله ان احنا نعلي عليها اخطاء معينه عطلتنا عن الوصول للحلم المرجو او للهدف المرجو، لان احنا بقالنا فتره مش قليله الحقيقه في ناس كانت بتتعلي وهي بتتفرج على اللي بيحصل بامانه ربنا. يعني كده كتير والله يا نهوه. هنقول ان شاء الله اللي جاي خير باذن الرحمن، ونامل خير باذن الله. طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع مختلف حبتين. امبارح لو تابعتوا حلقتنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن المؤتمر الصحفي اللي تم للاعلان عن عقد رعايه الاهلي وشركه جي ال سي اللي هترعى النادي لمده 4 سنوات قادمه ان شاء الله. الحقيقه احنا بنشهد خطوات مهمه جدا في ملف الرعايه بشكل عام اللي بيحقق نجاحات كبيره، يعني هو ما يعكس بطبيعه الحال قيمه ومكانه النادي الاهلي من خلال الشراكات الاستراتيجيه اللي بتربطه دايما مع كيانات كبيره وليها نجاحات بارزه. تعالوا نتابع جزء من المؤتمر الصحفي ونشوف حصل فيه ايه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. مرحب بيكم في النادي الاهلي. مرحب بالاستاذ محمد امين الوحوت المدير التنفيذي لشركه جي ال سي. مرحب بالاخوه الاعلاميين والمصورين. النهارده احنا الحمد لله بننتهي عن الحقيقه من الخطوه الثالثه في ملف الرعايه او حقوق الرعايه للنادي الاهلي. ملف الرعايه ده واحد من اهم الملفات الرئيسيه يعني بالنسبه لنا. كنا بدانا الخطوه الاولى مع شركه اتصالات مصر ثم بنك ابو ظبي الاول مصر، والنهارده بنتعاقد مع شركه جي ال سي الشركه الالمانيه اللبنانيه للدهانات، واحنا سعداء بالتعاون والشراكه معها. على فكره دي مش اول مره نتعاون مع شركه جي ال سي، احنا تعاوننا قبل كده والحمد لله التعاون ده كان يعني مثمر وكان لينا نجاحات قبل كده مع بعض، والتجارب الناجحه دايما كانت دافع لينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربه، دافع لينا وليهم، وان شاء الله تكون شراكه مثمره تحقق مصلحه الطرفين باذن الله سواء النادي الاهلي او شركه جي ال سي. الحقيقه الخطوات اللي تمت في ملف الرعايه لحد دلوقتي خطوات جيده جدا الحمد لله، وباذن الله باذن الله يعني هنشتغل اكتر علشان نوصل للي احنا عاوزينه في من عائدات الرعايه وعائدات اخرى. هنوصل باذن الله علشان علينا مسؤوليات كبيره، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني النادي الاهلي 4 انديه، اهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد، اهلي التجمع. الحمد لله رب العالمين. ده بالنسبه للناحيه الانشائيه والناحيه الخدميه، لكن كمان الناحيه الرياضيه بقى النادي الاهلي عنده 19 لعبه رياضيه جماعيه وفرديه رجال وسيدات من سن ال5 سنين لغايه الرجال والسيدات يعني، وفي مختلف طبعا الاعمار. المهم بالنسبه لينا احنا كمجلس اداره ان احنا ازاي نحقق طموح جماهيرنا واعضائنا او اعضاء الجمعيه العموميه سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الخدمي، ويفضل الاهلي دايما باذن الله باذن الله يكون الاهلي دايما في المقدمه ان شاء الله. مره ثانيه عاوز اكد ان الشراكه مع شركه جي ال سي من الشراكات المهمه، وهي شركه كبيره متميزه وليها اسمها ومحققه نجاحات ودايما بتحاول تعزز مكانتها في السوق، ودي سمة الكيانات الكبيرة، علشان كده هتكون الشراكة معاهم بإذن الله مثمرة لينا وليهم بإذن الله، لأن الارتباط باسم النادي الأهلي هو أقوى وأسرع وسيلة للوصول لمحطات النجاح داخل الأسواق المصرية والعربية والأفريقية لما يحمله اسم الأهلي من تاريخ كبير ومن شعبية الحمد لله جريفة يعني. والحمد لله كل الأرقام والإحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد ده وبتقول الكلام ده. وهنا لازم نأكد على تقديرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معانا، انا بعتبرهم شريك. الجماهير اذا كان النادي الاهلي نجاحات بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، جماهير النادي الاهلي بدعمها المستمر ليها دور كبير جدا في وصول النادي الاهلي النهارده ان يكون يعني الحمد لله رب العالمين الرعاه كلها بتتهافت عليه لتاريخ الاهلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تاريخ الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كمان عايز اقول ان احنا عايزين يعني اتكلم في النهايه بس يعني او في الختام يعني مش عايز انسى طبعا شركه دور الشركه المتحده للتسويق الرياضي، وكمان المسوق طبعا ده المسوق الحصري لحقوق الرعايه بالنسبه لحقوق النادي الاهلي في الرعايه. وكمان باكد تاني على شكرنا للدوله ومؤسساتها الوطنيه على الدعم والمسانده المستمره للرياضه
المصرية سواء الأندية أو الاتحادات أو الرياضة بشكل عام المصرية. كمان مش عايز أنسى شكر زملائي مجلس الإدارة كلهم، كل واحد قايم بيحاول يقوم بدوره على أكمل وجه، وكمان الإدارات التنفيذية والإدارة التنفيذية. طبعا قبل كده يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء الشكر والشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، ودايما إن شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كابتن محمود الخطيب كمان في نفس المؤتمر الصحفي هو حرص على تهنئة جماهير المغرب بالإنجاز التاريخي الكبير طبعا اللي هم وصلوا له والتأهل كمان لنصف نهائي كاس العالم، وأكد أن المنتخب المغربي شرف كل العرب وحقق إنجاز غير مسبوق. خلينا نروح نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية السيد محمد أمين الحوت جي ال سي، السادة الحضور بالكامل، بستأذنكم الأول إن أنا مش عايز أتكلم في موضوع مؤتمرنا دلوقتي، عايز أتكلم في حاجة يجب إن احنا كلنا نسلط ضوء عليها، لأن حاجة شرفتنا كلنا كأمة عربية. بستأذنكم إن احنا الأول نقدم التهنئة الحقيقة من القلب وتحية واجبة للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقة كل العرب وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق إنجاز تاريخي في كأس العالم، وأثبت حاجة مهمة، مش بس المهم النجاحات في الفوز، لكن قبل الفوز ده كان فيه إيه؟ أثبت إن الكرة العربية بالتخطيط الجيد، الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام في العمل والروح العالية والثقة في النفس تقدر تصل، يعني تصل وتنافس أعلى المستويات العالمية. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربية الشقيقة، مبروك لكل المسؤولين في الحكومة المغربية بصفة عامة والمسؤولين عن الرياضة والمنظومة الكروية بصفة خاصة. طبعا كل أمنياتنا بالتوفيق بإذن الله، بإذن الله في اللي جاي إن شاء الله كمان، مع أنهم يعني وصلوا مرحلة الحقيقة يعني زي ما ابتديت كلامي، مرحلة تسعدنا وتشرفنا جميعا كأمة عربية. كمان عايز أهنئ دولة قطر، دولة قطر الشقيقة اللي أبهرت العالم كله في تنظيم البطولة. حقيقة قطر قدمت مستويات رائعة في كل حاجة، كل حاجة معمول حسابها من أول ما تحط رجلك في الطيارة وانت رايح لقطر لغاية ما ترجع، كل حاجة معمول حسابها، معمول حسابها بشكل مبهر الحقيقة. ويمكن ده بيخليني أقول بكل وضوح إن قطر صعبت المهمة على أي دولة هتنظم كأس العالم بعد كده. اللي حصل الفترة الأخيرة دي في قطر هيصعب المهمة، اللي قدمته قطر للعالم كله هيصعب المهمة على أي حد ممكن ينظم، أي دولة ممكن تنظم كأس العالم. لازم تدرس اللي حصل في قطر وإزاي تدرسه عشان إزاي إن هي كمان تعمل زيه. الحقيقة قطر من خلال كأس العالم قدمت صورة مبهرة عن دولة قطر للعالم كله، العالم كله بيتفرج على قطر دلوقتي. هنا عايز أهنئ كل المسؤولين في قطر وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والحكومة القطرية، اللي قدروا من خلال حدث رياضي عالمي يقدموا قطر للعالم بصورة غير تقليدية، بصورة يعني الحقيقة تشرف الأمة العربية كلها. بأن كمان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على مجهوده اللي أنا لمسته عن قرب الحقيقة، الرجل ده ما كانش بينام لغاية ما الدنيا توصل للمرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحقيقة أنا سعيد جدا بقطر وبالمغرب، وأعتقد أن كلنا سعداء بيها جدا. الناس الحقيقة قدموا حاجة فعلا تشرف الكرة العربية، وأثبتوا كمان على أرض الواقع مش بالكلام،
أثبته أرض الواقع أن الدول العربية قادرة على إثبات وجودها في أي وقت، وقادرة على منافسة فنيا وتنظيميا، وقادرة أيضا على أنها تقدم الأفضل. والحقيقة قطر شرفتنا وقدمت مش بس الأفضل، الأفضل والأروع والمبهر للعالم كله. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة، أتمنى بقى الإنجاز اللي حصل ده من دولتين شقيقين المغرب وقطر يكون دافع للأمة العربية كلها. احنا كمان كان مفروض ان احنا نعيد حساباتنا الحقيقة في امور كثيرة خاصة بالمنظومة الرياضية، لان مصر كبيرة جدا، مصر ام الدنيا، مصر تستحق مكانة رياضية افضل بكتير جدا، خاصة ان الدولة بقيادة السيد الرئيس الحقيقة بتدعم، بتساند، ما بتتأخرش، ما تستنى، يعني مش يعني متأخرش على أي أمر ممكن يطور الأداء في كل المجالات. كمان عايز أقول إن مصر هي أول دولة أفريقية، أول دولة عربية تصل لكأس العالم، كان سنة 34. بس إحنا مش عايزين نعيش على التاريخ، احنا محتاجين نشتغل بجد كويس ونعيش الواقع اللي احنا عايشين فيه. طبعا تهنئة كابتن محمود الخطيب يعني بتعكس تهنئة كل المصريين لكل حبايبنا واخواتنا واهالينا في المملكة المغربية على هذا الانجاز التاريخي، واكيد دعوات المصريين لا تنقطع، بنتمنى لهم ان شاء الله الاستمرار، وبنتمنى ان احنا نشوفهم في اللقاء النهائي كمان باذن الله. وبمناسبة كلامنا عن كاس العالم، من اللقطات الحزينة إلى حد كبير وخصوصا بالنسبة لعشاق هذه الظاهرة الكروية الغير متكررة كريستيانو رونالدو، كلنا طبعا تابعنا اللقطات خروجه وهو منهار من البكاء طبعا عقب الخسارة، وعقب خروجه بطبيعة الحال هو البرتغال من النسخة دي من المونديال. كريستيانو رونالدو أصدر بيان رسمي تعليقا على خسارة فريقه أمام المغرب في دور الثمانية، ورونالدو قال: كان الفوز بكأس العالم للبرتغال هو أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحا، فزت لحسن الحظ بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي بما في ذلك البرتغال. وقال كمان: لقد قاتلت من أجل ذلك، لقد نضلت بشدة من أجل هذا الحلم في المباريات الخمسة التي شاركت فيها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عاما، كنت دائما بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي، لم أدر وجهي أبدا عن القتال ولم أتخلى أبدا عن هذا الحلم. وقال كمان: للأسف انتهى الحلم بالأمس، أريدكم جميعا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل وكتب الكثير وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدا، كنت دائما مناضلا من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدا لزملائي وبلدي. وختم رسالته وقال: ليس هناك الكثير لقوله الآن، شكرا لك البرتغال، شكرا قطر، كان الحلم جميلا، الآن نأمل أن يكون الطقس جيدا ويسمح لكل شخص باستخلاص استنتاجاته الخاصة. طبعا في إطار عام من الشجن والحزن أكيد في الكلمات اللي هو كتبها في البيان الرسمي اللي أصدر. ماشي، بيان يعني ما فيهوش قوي حاجة تقدر أن أنت تعلق عليها، هو بيتكلم في العموم. بس اللقطات اللي ما عجبتنيش يا كريم هي فكرة البعض اللي قاعد يعني يتريق، يسخر، يعلق بشكل سلبي على لقطة كريستيانو وهو بيعيط لا معلش، ده برضو كريستيانو رونالدو، بغض النظر ان احنا كنا مع المغرب وفرحانين وسعداء بالانجاز التاريخي فعلا، وهو تاريخي اللي بتحققه دولة المغرب ومنتخب المغرب اللي عن استحقاق بالمناسبة، لكن برضو ده ملوش علاقة ان انت تقلل من تاريخ لاعب زي كريستيانو رونالدو. يعني كان في سخافات بصراحة، وانا هقول سخافات على السوشيال ميديا ملهاش اي معنى، يعني وفين بقى كريستيانو؟ هو ده كريستيانو؟ لا معلش انت بتهزر كده، يعني دايما في ناس من الفئه دي اللي بتحب تزيد في الزيت، اي كلام بقى، اي كلام، فاهم؟ فده تاريخ كبير جدا، ده لاعب زي ما بيتقال لن يكرر الا نادرا،
مرات قليله قوي اللي بيتكرر حاجه زي كده، وما زال برضو كريستيانو رونالدو على المستوى الانساني من افضل اللعيبه، وده مش عشان انا برضو بحبه يا كريم، بس انت تعالى كده اعمل سيرش على كريستيانو رونالدو كلاعب لطيف، كلاعب عنده انسانيات، كلاعب عنده دعم لكل الفئات بغض النظر عن دينها، عن لونها، عن جنسها، عن سنها، شخصيه محترمه وشخصيه جميله. انا مش بدافع عنه، بس الراجل ده لا يستحق ابدا بعد كل التاريخ ده ان انت تيجي تقعد تسخر منه. وبص بص يعني حاجه كانت بتدل على صاحب التويته او صاحب الستاتس اللي هي مكتوبه، بصراحه مش تدل على كريستيانو رونالدو ابدا. يعني كل واحد حديثه بيعبر عن نفسه أكيد. مش عن الاخر أكيد. طيب دي كانت درجات الحراره، لكن مهم كمان نطمن على الطقس بالتفاصيل. دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه معنا على التليفون. دكتور منار بونجور على حضرتك. اهلا بيكي استاذه نهاد واستاذ كريم، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، ودايما بنحب نتاكد عن التفاصيل وحاله الطقس كمان في الايام اللي جايه. عارفين الفتره دي تحديدا الكلام فيها بيبقى كتير، اللي يقول لك هيبقى في مطره شديده، اللي يقول ارتفاع في درجات الحراره على السوشيال ميديا، فبنحب ان احنا نتاكد من اصحاب المصدر. اتفضلي يا دكتور. احنا طبعا خلال هذه الايام بنشهد حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه، ملاحظين زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، هي تعتبر طبعا أعلى من المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام بحوالي درجة لدرجتين. متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين ال 24 وال 23 درجة مئوية خلال فترة النهار، يمكن المناطق كمان الساحلية تعتبر نفس متوسطات درجات الحرارة. المناطق الجنوبية درجات حرارتها طبعا بتكون أعلى. الأجواء فترات النهار يعني بنحس بيها بالأجواء المعتدلة والدافية فترات النهار، لكن مع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، الأجواء بتكون أجواء باردة على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة زي ما قلنا في ساعات الليل المتأخرة. فرق بين فترة النهار وفترة الليل بيوصل أحيانا ل 10 و 12 درجة مئوية، فإحنا هنا هنحذر إن إحنا مش عاوزين ننخدع بفترات الدفء فترات النهار ونغير نوعية الملابس بشكل كبير، لأن مع الغياب أشعة الشمس بتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ. ثاني حاجة طبعا مع الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، وطبعا تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. فهننصح كل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور اثناء تكون الشبوره المائيه. بالاضافه كمان ان احنا فرص الامطار خلال هذا الاسبوع هتنحصر في بعض المناطق الساحليه، يعني احنا اليوم متوقع الامطار تكون على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه، فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. نسبة الحدوث كمان لا تتجاوز 30%. غدا الثلاثاء قد تمتد لبعض المناطق الداخلية من محافظات الوجه البحري، قد تصل أيضا لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، لكن زي ما قلنا هي أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. ممكن كمان ما نلاحظش في وجود الأمطار بشكل كبير لأنها تبقى على مناطق معينة فقط، وده مكمل معانا إن شاء الله لنهاية هذا الأسبوع. استقرار في الأحوال الجوية وعشاء الشمس خلال فترات النهار، ومفيش ان شاء الله اي قلق من الطقس خلال هذا. رائع جدا، مهمه كمان الفتره دي ان الواحد يلاقي فيه استقرار في درجات الحراره، لان مش كل سنه كده. على كل حال مشكورك جدا دكتور منار غانم. طيب نطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل الكلام، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه، وخلونا نروح على طول على فرع الجزيره للنادي الاهلي، حيث تتواجد الزميله العزيزه روزان نصر اللي مشكوره هتعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات. يا روزان صباح الفل عليكي، لو سمعانا اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدين قناة الأهلي في كل مكان. من هنا من مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة هنقل لحضراتكم طبعا كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي، سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى أو كمان الأنشطة المختلفة. هنبدأ طبعا بكرة القدم، يعني خلينا أقول لحضراتكم أنه بقيادة مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طبعا بيختتم الفريق استعداداته الأخيرة قبل مواجهة الاتحاد السكندري التي ستقام اليوم مساء على ملعب الأهلي والسلام، والمؤجلة طبعا من الجولة الرابعة من بطولة الدوري. وقبل طبعا انطلاق المران الأخير بالأمس، عقد مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة اليوم. طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة.
من كرة القدم هنروح لكرة السلة. بعد فوز سيدات سلة الأهلي على نادي الزهور ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، رجال سلة الأهلي النهاردة بيواجهوا سموحة في ربع نهائي كأس مصر لكرة السلة موسم 2022-2023، وعدم للأسف مشاركة إيهاب أمين بشكل كبير بسبب طبعا إصابة الكتف. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل، وكمان بنتمنى فوز النهاردة رجال السلة أكيد على سموحة يعني في نهائي كأس مصر. خبر بقى معايا النهارده بيستعد طبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لافتتاح فرع التجمع الخامس قريبا، يعني لسه لحد دلوقتي ما حدوش امتى التوقيت تحديدا، ولكن اكيد هيكون افتتاح كبير بيليق باسم النادي الاهلي. كمان بالنسبه لاعضاء الفروع فرع الجزيره وفرع مدينه نصر لهم طبعا احقيه دخول جميع فروع النادي واستخدام منشاته بما فيهم كمان فرع التجمع الخامس. واخيرا خليني يعني اطلعكم بشكل سريع عن الحاله المروريه، يمكن وانا جايه من الطريق طريق دائري يمكن كان زحمه شويه يعني بدري، ممكن من الساعه 8 كده للساعه 9، اعتقد دلوقتي هيكون يعني الزحمه اكتر كمان، ويمكن ده بسبب ان هو ممكن يبقى عشان اول الاسبوع لحد يعني لحد يوم الثلاث بسبب المدارس والجامعات. بالنسبه لتوافد الاعضاء هنا في فرع النادي في الجزيره، يمكن في اعضاء بشكل مستمر في التزايد، يمكن مش هنقول ان هو ولا زحمه ولا فاضي كمان، ممكن خلال الساعات القادمه يكون في توافد بشكل اكبر كمان. يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. ده احنا اللي بنشكرك على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، جزيل الشكر زميلتنا العزيزه روزان نصر، شكرا لك. طيب حلو جدا، وحلو ان هي اطلعتنا كمان على الحاله المروريه، وبقالنا كتير بقالي كتير ما رحتش النادي على فكره. طب ما يلا بقى ما احنا فيها اهو. والله بقالي كتير، بقالي كذا شهر ما رحتش النادي، عديت كده بس في النص بس ما عدتش كتير. الجو ابتدى يبقى حلو على فكره دلوقتي، احسن وقت يعني تخلص. فاكر ما كنا في العجوزه كنا بنخلص الهواء ونطلع النادي تقريبا كل يوم، كان دلوقتي بس عشان المسافه طبعا بعيد، احنا في مدينه الانتاج حاليا كنا بنعدي الشارع من الاستوديو القديم. طيب على كل حال هنروح نتابع مع حضراتكم دلوقتي تمارين جديده مع كابتن محمود فوكس مدير يعني جيم الرجال في النادي الاهلي، وكل مره بيكون يعني محضر لنا برده تمرين جديد. بعد التقرير ده هنروح فاصل وبعد كده نرجع عشان اولى بقى فقراتنا الحواريه، خليكم معانا. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير جماهير نادي الاهلي العظام، صباح الخير جميع اعضاء نادي الاهلي بكل فروعه الاربعه ان شاء الله قريبا باذن الله. يا رب تكونوا كويسين وربنا يحفظكم من كل شر يا رب. طبعا وحشيني بقالنا كتير ما جمعناش مع بعض، ان شاء الله برضو جايين النهارده نكمل سلسله الاخطاء الشائعه. انا مبسوط جدا ان السلسله دي يعني فادت او استفادت ناس كتير منها على قد ما اقدر، لان ده الاهم. الاهم مش انت تعرف صح، الاهم انت تعرف ايه الاخطاء الشائعه عشان ما تروحلهاش، عشان ربنا يا رب يحفظك ويبعدك عن اي شر وما تقعش في اي اصابه. النهارده جايين نكمل الحلقه اللي فاتت اشتغلنا على عضلات البطن، النهارده جايين نشتغل بقى على عضلات الرجلين. ايه هي التمارين اللي ممكن نلعبها في الجيم بس تكنيك صح، ونعرف ايه الاخطاء الشائعه عشان نبعد عنها. تعال اول تمرين طبعا السكوات. السكوات طبعا معروف من اكتر التمارين المركبه المهمه جدا 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 اللي بتشغل عضلات كتير قوي في الجسم، مهم جدا للتخسيس، مهم جدا للضخامه العضليه، مهم جدا للتوافق العضلي العصبي، مهم جدا للتوازن، مهم جدا للتناسق والرشاقه. يعني شوفوا كل دي اهميه ايه عضله او تمرين السكوات بالنسبه سواء للراجل او للست. فخلونا النهارده نعرف ايه اخطاء الشائعه عشان نبعد عنها وربنا يحفظنا من اي اصابه. اول خطا بنشوفه، هقف معلش بطريقه عرضيه كده عشان الناس تشوف الركبه شغاله ازاي. انا هبدا اشتغل غلط الاول عشان نعرف. الناس ماسكه بار او دمبل ايا كان وبتبدا تعمل ايه؟ يا اما بتفتح رجليها قوي يا اما بتقفل رجليها قوي، وده غلط. بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه لازم نعرفها لازم اقف بمستوى كتفي بالظبط عشان يبقى التوازن بتاعي وثقل جسمي على الارض هيبقى افضل حاجه واحسن حاجه. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه اعمل ايه؟ انشف عضلات بطني، دي اهم حاجه عشان دي منطقه ثقل الجسم، منطقه الكور بتاعتي، وانشف عضلات ظهر. طبعا انا اكن شايل البار. طيب الجلوتس ليها دور او ليه مهم دور مهم جدا في التمرين، ان انا لازم اكن نازل اقعد على كرسي عشان زاويه 90 عشان اطلع، ولما اجي اطلع ما اعملش بلوك لمفصل الركب، لا افضل طالع بالمستوى ده. طيب ايه الخطا الشائع اللي بنشوفه؟ الناس بتعمل كده تمرين سكوات كده، وفي ناس بتعمل كده، وفي ناس بتعمل كده، ده غلط كله. الصح ايه؟ صح اقف بمستوى كتفي، رجليها بتبص لبره،
عشان يبقى في توازن، شايل البار على ظهري، شادد بطني، عضلات بطني وشاد عضلات ظهري، وانزل اكني نازل على كرسي زاويه 90. اهم حاجه ركبتي تبقى لبره ما تسبقش مشط الرجل، واطلع تاني اهو. واحد اتنين تلاته، ناخد بالنا قوي يا جماعه ان الجلوتس بتروح فين وانا نازل. اربعه، لان دي بتقل جسمي مع راسي، يبقى في توازن بين منطقتين وهم دول المنطقتين اصلا تقل الجسم، راسي وجلوتس اهو، راسي قدام جلوتس ورا، يبقى كده في توازن لجسمي على اساس ان انا لو شايل وزن تقيل ما اقعش بيه. هو ده التمرين الصح بتاع تمرين السكوات. وانا طالع ما اعملش بلوك المفصل للركبه، بيبقى سوفت شبه مفرود. طيب التمرين الثاني والمهم جدا، وده للاسف كل الناس بتعمله غلط وفي الاخر بيوصلنا لمنطقه الخشونه لا قدر الله واصابات في مفصل الركبه، ايه هو؟ تمرين اللانجز او الطعن. طيب تعال نشوف تمرين اللانجز بيشتغل ازاي اصلا او بيستهدف انهي عضله. مبدئيا كده تمرين اللانجز بيستهدف الهامسترينج بالجلوتس. طيب عشان اعمله لازم اخد من مبادئ السكوات اللي هي ايه؟ ركبتي لازم الرجل اللي ورا متنيه شويه زي ما انا واقف، والرجل اللي قدام تنزل زاويه 90 واطلع، ما تبقاش مفروده قوي، لا تبقى سوفت، تنزل زاويه 90 واطلع، اللي هي اللي ورا زي ما انتم واخدين بالكم متنيه سن. الناس اللي بتعمل دي غلط، ما نعملهاش دي غلط اهو، ياخد خطوه بسيطه وينزل قدام، دي بتبوظ الاربطه في مفصل الركبه. ايه الصح؟ انا ماسك الدمبل اهو، بفتح الخطوه وانزل وارجع تاني، افتح الخطوه وانزل وارجع، ظهري مفرود، صدري مفرود، عضلات البطن مشدوده اهو. طيب الناس اللي بتلعب بالدنابل اللي بتعمل الحركه دي اهو، سوري اكنه بيجدف في البحر، دي مالهاش اي لازمه خالص، وبتتعب لي مفصل الكتف وبيتعب لي مفصل الحوض عشان ابقى اقعد اتمرجح بمفصل الحوض اهو. التمرين يا جماعه ظهري مفرود، باص قدامي زي ما انا شغال كده بالظبط اهو، ده تمرين اللانجز زي ما قال الكتاب وده الصح، غير كده هيعمل لي مشاكل في جسمي. طيب التمرين الثالث والاخير، التمرين الثالث والاخير اللي هو الهامسترنج، ده برضو من التمارين اللي بتعمل مشكله خصوصا ان احنا الناس بتعمله وهي عامله بلوك لمفصل الركبه. ازاي؟ انا ماسك البار على ظهري اكن هلعب سكوات وفتح رجلي مضايقه شويه بمستوى كتفي اهو، فالناس بتعمل تنزل فرده ظهرها اه، لكن عامله بلوك المفصل ايه؟ الركبه. ده غلط، سبحان الله ده موجود حتى في الصلاه، ان انا لازم اعمل سوفت ني اللي هو شبه فرد لمفصل الركبه اهو، نازل انزل زاويه 90 افرد ركبتي سنه، فبيعمل لود على العضلات الخلفيه للرجل اهو، وهو ده التمرين الصح. ظهري مفرود وركبتي متنيه سنه، بنزل بالراحه في ثلاث عدات واطلع في ثلاث عدات، وهو ده التكنيك الصح. يا رب تكونوا استفدتوا معايا النهارده، دول اهم ثلاث تمارين في تمرينات الرجل واهم تمارين فيهم، وان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منهم ويبعد لكم عن اي اصابه يا رب، ربنا يحفظكم. مع كابتن هون فوكس، مع الف سلامه النادي الاهلي، الف سلامه. طبعا الماتش بتاعنا النهارده امام اتحاد السكندري وكمان قرعه دوري ابطال افريقيا وكلام عن المونديال اكيد برضو لن يخلو من هذه الفقره، بس خلينا في البدايه نرحب بنجمنا اللي منورنا دلوقتي كابتن ماهر همام نجم الاهلي السابق وصديقنا العزيز. صباح الخير. ازيك يا نواف؟ صباح الخير. وحشنا والله. ازيك كريم؟ صباح الفل. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا حبيبي. تمام الساده المشاهدين يا رب والاهلاويه. نبتدي بانهي ملف من اللي الهواد اتكلمت عنه؟ نتكلم محليا ولا دي ايه ليه؟ في وراها وجع احنا تحت قبل ما نطلع الهوا كنت بتكلم مع كريم حديث بنتكلم على الاجيال القديمه اللي ما شاء الله يعني خدمت، ويعني انا لي الشرف ان اكون واحد منهم، جيل السبعينات العظماء اللي هم يعني عملوا الكوره في النادي الاهلي وفي مصر. ولسه كنت اقول لكريم يعني كانت مشاكلنا الاداريه بالنسبه للمنتخبات من سنه 60 الكابتن شاذلي رحمه الله عليه كان بيشتكي من الناحيه الاداريه ولحد دلوقتي مكمله معانا بالنسبه يعني لمنتخب مصر، وانا ما اشتكيت برضك سنه اهو ده يخلينا 79 80 طالما كده من سنه 60 لدلوقتي حقيقي احنا اتكلمنا كنا في الموضوع ده في الملف ده قبل كده يمكن اكتر من مره،
وذكرنا قلنا قلنا الجانب الاداري لما يبقى فيه اخفاق ياثر على الجانب الفني طبعا. الاثنين بيكملوا بعض والاثنين هم اللي بينجحوا بيعملوا الحاله الجميله. ايه اللي مطلوب تغييره دلوقتي وارجاعه لسابق عهده عشان الدنيا تظبط؟ يعني ايه اللي كان موجود زمان وكان ناجح جدا ومنجح المنظومه ومفتقدينه دلوقتي وبالتالي نتج عنه المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها؟ وهو زمان يا كريم كان في التزام على كلنا شبه بعض، يعني جيل السبعينات رقم واحد نجاحه في الالتزام، في شخصيته، في دوافعه، في تحديه، في اصرار كل نجم من دول انه عايز يبقى احسن لعيب في افريقيا، عايز يبقى احسن لعيب في 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 الكره العربيه، الكره المصريه. واكبر دليل الكابتن نادر الخطيب، يعني خد جائزه احسن لاعب في افريقيا، كابتن حسن شحاته خد الاثنين اسيا وافريقيا لما احترف في الكويت، خد احسن لعيب في اسيا، وفي افريقيا لما طبعا رجع كمل مع منتخب مصر خد احسن لعيب في افريقيا. فعايز اقول ان العظماء دول يعني خدموا بشرف، واقل واحد فيهم لعب اكتر من 15 يمكن 20 سنه متواصله. طبعا كل الحاجات دي كريم كانت وقتها فرديه، يعني احنا كان بينقصنا بقى الشغل المجهود الحالي ده بقى، المعسكرات والفكر الاحترافي والعقود والكلام الجميل. طب ومع ده كل ده احنا وصلنا لايه؟ ولا حاجه. محلك سر. صدق ما توقعتش الرد ده. سريع ومقتدم وجميل. يا كريم كل اخفاق نرجع نقول ايه؟ لا هنصلح، لا هنحل، لا احنا عرفنا العيب فين، لا احنا عرفنا الاسباب فين. بس احنا مش المفروض ان احنا مؤخرا، المفروض ان احنا على الاقل الى حد ما عرفنا العيوب فين وبنشتغل على حلها؟ لا ما بنشتغلش، احنا بنطلع نقولها يا كريم، واخد بالك؟ مبرر مبررات، احنا اخفقنا واحنا وما كانش في تجانس وكانت الحاله النفسيه، وبعدين كان في عدم انضباط في المعسكرات والفنانين كانوا موجودين والفنانات كانوا موجودين واللعبة كانت مش عارف ايه، يعني حاجات كده ما بنحسهاش في كاس العالم الحالي. يعني حضرتك شايف ان المنظومة الكروية في مصر محتاجة دلوقتي قرارات ثورية جدا جدا وتصحيحية قوي. احنا بعد الثورة قلنا الكلام ده وطلعت كل الخبراء وقالوا احنا مقصرين، واحنا بعد الثورة ان شاء الله هيبقى في صفحة جديدة وان شاء الله هنبدأ نشتغل، وعندنا من العمالقة اللي يقدروا ينظمونا الجزئيه دي اداريا وفنيا. لكن مع الاسف يعني المجاملات يعني بقت هي سيده الموقف. وزي ما بقول لك يا كريم، انا نزلت للقاعده تحت بقالي 16 سنه 15 سنه عشان اقدر اعدل بقى، لانك انت سيبك من اللي فوق واصل للحد ده خلاص مش هتقدر تصلح فيه. القاعده بقى اللي تحت، انت القاعده اللي تحت محرومه بشكل كبير جدا من حاجات كتيره قوي قوي قوي، يعني عايزه حلقات. فقطاع الناشئين مع الاسف كمان هو ده اللي بيخرج لك، هو ده اللي بيوصل لك. قطاع الناشئين لو اشتغلنا صح فيه هنقدر بسرعه نقدر نعالج المشاكل اللي فوق بشكل كبير جدا، اذا كانت اداريه او فنيه، ونقدر كمان نواكب بقى. يعني الناس دي مش احسن مننا، بالعكس احنا لنا تاريخ واحنا سبقنا الناس دي بشكل كبير. لكن مع الاسف الناس دي عندها جديه وعندها اخلاص وعندها شجاعه وعندها امانه، لما بيحصل اخفاق كل الناس بيقول لك شكرا استقالتنا اهي، عكس احنا. انا عايزه اقول على حاجه كابتن ماهر، يعني احنا لاحظناها مع منتخب المغرب، منتخب المغرب مع منتخب عربي، منتخب افريقي، يعني تيجي تتكلم تلاقي ان في طفره عندهم، ما فيش عندهم بعض المشاكل اللي عندنا، رغم برضو الفارق ما بيننا وما بينهم. وليد الركراكي جه قبل المونديال بثلاث شهور، ما سمعناش النغمه اللي احنا بنسمعها، اصل هو لسه ما خدش على اللعيبه، اللعيبه لسه ما خدتش عليه، اصل هم الكيمستري، اصل هم ما فهمش لسه الفرقه، ما سمعناش حاجه. والاعذار اللي احنا دايما او زهقنا منها بمعنى اصح، خليني اقولها كده. هو ده الاحتراف بسرعه، راجل جه منتاليتي وعقليه راجل مغربي واحترف قبل كده وعارف اللعيبه دي بشكل كبير، لم اللعيبه المحترفين اللي كانوا بعيد عن المنتخب المغربي بالظبط، وراح مجمعهم يا كريم نهواندو، قعد معاهم وقال لهم مصلحه البلد ومصلحه الشعب المغربي والقرى المغربيه، واحنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. والراجل اشتغل بقى اعداد نفسي، والاعداد النفسي والذهني ده هو اكبر دليل نجاح المغرب في مونديال 2022 في قطر، والثبات اللي هم فيه كمان بالظبط. الاعداد ده يا كريم بيدي لك بقى الحاجات اللي انت بقى الشخصيه، وبيدي لك الثبات الانفعالي، وبيدي لك الدوافع كمان. وكمان عايز اقول لك حاجه، الولاد دول متربين في اوروبا،
يعني انا في كاس امم افريقيا 2002 2004 كنت مع باولو الزاكي فبساله الولاد بيتكلموا فرنساوي، قال لي يا كابتن ماهر معظمهم مولود في فرنسا. فواخد النشأة من بدايتها بقى الصح، محطوط صح. تلاقي الجسم والشخصية والعضلات والتغذية وكمية الالتحامات والسرعة والقوة والفكر بيساعدوا أي حد، يعني وليد اتساعد بالولاد دول. يعني 70% لعيبة و30% وليد. بس هو وليد اعتمد على الإعداد الذهني. ان اقرب اللعيبه من بعض ودخلهم، لان كان في فجوه قبل كده مع الراجل الاجنبي وعامل فورتينا في الفرقه. فشوف شطاره بقى المدرب الوطني طبعا وبسرعه راح بس مدخل. امنه بالمدرب الوطني، احنا لحد دلوقتي عندنا تخوف من المدرب بالزبط. الوطني سواء اداره او جماهير، وحلوم نفسنا على ده برضو، احنا لا نثق في مدرب وطني كجماهير. ليه يعني؟ ودي حاجه غريبه يعني بصراحه. يعني احنا معظم نجاحاتنا مع المدربين الوطنيين، كابتن جوهري رحمه الله عليه، الكابتن حسن شحاتة، بس لم تقرر بعضهم بالظبط، شوي غريب في المراحل الاولمبي. يعني لازم ندي فرصه بردك للمدربين الوطنيين، يعني ما اجيبش حسام البدر اديله شهر ولا شهرين وراح مرحله. انت المشكله انك كنت بترحل ناس ثلاث ايام او اربع ايام، يعني انت كنت بترحل ناس يا كابتن ماهر وما عندكش بديل بالزبط. يعني انت مش حاطط بلان اصلا، همشي ده وهجيب حد، انا حاطط في دماغي حاجه راسمها بتمشي وخلاص بالزبط. لا شيء كان صعب جدا بصراحه. هل تم محاسبه اي حد في الفتره اللي فاتت؟ انا هقول لك حاجه نهواند كريم، احنا لما اخفقنا انا كنت مدرب عام منتخب مصر 2002 و2004 مع كابتن محسن صالح، طلعت انا في قناه النيل، كان طارق رضوان استضافني، اتكلمت بمصداقيه رامي رضوان ولا طارق رضوان؟ طارق رضوان. وكان حديث صريح جدا جدا، وكانت جرأه مني ان انا بقول المفروض ان احنا نتحاكم. فقال لي ازاي يا كابتن؟ قلت له اه يعني انا بقول لك الحقيقه، احنا اخفقنا، فاحنا عشان الشعب المصري يحاسبنا حاجه من الاثنين، يعني يتخصم لي مثلا 6 اشهر، بقى لي 6 اشهر مثلا ما هبطش، يتخصموا. الحاجه الثانيه ما جيش المنتخبات، لكن لم يكن هناك اي عقوبه. ده سنه 2002 2004 وانا بقول على نفسي انا مستعد للمحاكمه. كابتن عصام عبد المنعم في جريده الاراب كتب مقال ما رمام الجريء. بالظبط كده يا كريم، لازم كده، مش انا اخفق وبعدين بعد سنتين اجيبك تاني، الله، وبعدين سنتين ثلاثه اجيبك ثالث، وعمليه عماله تدور في حاجه غريبه. لا، حتى الاتحادات، الاتحاد الجزائري اخفق في كاس افريقيا، قدموا استقالته. شكرا متشكرين. احنا من امتى احنا عندنا ثقافه الاستقاله؟ بالظبط كده، احنا محتاجين بقى شغل كتير. معظم المدربين الفنيين في هذا المونديال المنتخبات هم طلعت قدموا استقالتهم بعد ما خلصوا، محدش قال لك انا مكمل، اصل انا لسه دي ضربه البدايه. يعني شفنا ده برضو في معانا في منتخب مصر. والجميل يعني كمان كانت حاجه غريبه ان يبقى في مشروع، انا ما قدرتش اخفقت، يجي كريم يكمل، كريم يجي نهواند تكمل، وهكذا. يعني يبقى في مشروع موجود، والمشروع ده بيقول رقم واحد عايزين ناخد بطولة عربية، رقم اتنين عايزين ناخد بطولة كاس امم افريقيا، رقم تلاتة عايزين ناخد كاس العالم. النهاردة الراجل طبعا. المدير الفني الجديد الاجنبي ما كانش فيه اتفاقية معاه، هو جاي كده يعني ايه؟ طب انا حطيت له شروط ايه؟ عايز تتكلم عن مين؟ اللي هو مستر مدير الفني منتخب مصر فيتوريا. ما كانش فيه روي فيتوريا الحالي يعني ولا بتتكلم على اللي قبليه؟ فيتوريا يعني بالعكس، انا مصر هتعاقد معاك، خد بالك بقى، انا عندي بعد سنتين بطوله عربيه عايز اخدها مش مشاركه، وبعديها كاس امم افريقيا عايز اكسبها، وبعدين عايز اوصل كاس العالم. المدير الفني اللي قبليه انا بنسى اسمه دايما، بتلخبط بينه وبين سواريش، اسمه ايه؟ كروش. كيراش. كيراش برضو لما كان موجود كل ما بطوله يخسرها يقول لك اصل انا كنت جاي للي بعدها. يعني مش فاهمه يعني، واحنا والناس كانت متفقه على ده، خلاص مش مشكله، هو البطوله اللي بعدها نتاهل كاس ولا حصل اي حاجه من الحاجات دي. فيعني الجواب بيبان من عنوانه زي ما اتقال، مش عارفه لحد دلوقتي الناس بتدافع. مستفز جدا والله العظيم، يعني حتى نوع الردود، هو حتى تصريحاته جاي اللي بعدها دي مستفزه جدا. تصريحاته كانت انا مش جاي البطوله دي، انا جاي لكاس العالم. كده لازم احط مشروع. طب عرفتش تجيب دي هتاهلني ازاي اصلا؟ لو هو ما عندوش مشروع، عشان هو متفق معاه اللي بعدها يا دهوان. بالظبط، انا اخطط في الاولانيه هروح للثانيه ازاي؟ فهي اقول لحضرتك ايه عشان يعني مش عارف موضوع كبير. الموضوع تعالى ندخل على ماتش النهارده ان شاء الله صراحة. ورؤيتك وتوقعاتك في ضوء المعطيات المتاحه حاليا بالنسبه للفرقتين، مباراه الاتحاد الاهلي والاتحاد. لا، الاهلي والاتحاد. عايز اقول لك حاجه كريم، احنا في بدايتنا بدانا كويس قوي مع مستر كولر، مباراتين افريقيا
العلامه الكامله، وبعد كده ثلاث مباريات الدوري العام، الملف الدوري العام، وبعدين مباراه السوبر. مباراه السوبر ديت هي المباراه اللي ختمت على العلاقه اللي بين كولر وبين جماهير النادي الاهلي، الثقه بقى. فمن خلال الثقه دي الناس بدات تطمن ان فعلا اختيار مدير فني لهذه المرحله كان اختيار جيد جدا. التوقف 25 يوم اثر علينا بعد ما كنا ماشيين، يعني واخد بالك انت، بشكل اثر ليه بقى؟ لانه يعني حصل اصابات لبعض النجوم في خلال الفتره ديت، وتاثير الاصابات ده اثر طبعا عليه. الحاجه الثانيه، الراجل جريء جدا وقال انا الفتره اللي جايه طمنت على افريقيا، طمنت على الدوري العام، بالنسبه لكاس مصر عايز اجرب اللعيبه اللي ما شفتهاش، اجرب اللعيبه اللي ما شفتهاش عشان يبقى في يناير هتجربهم في الكاس مش في الدوري. جرأة يعني منه بصراحة يعني. وخد بالك مباراة المولين دي كانت مباراة مصرية، كنا ممكن نطلع اللي هو 1-1 وبعدين ضربة الترجيح. جرأة منه. وبعدين حتى في المؤتمر قال أنا كنت أي نعم يعني التأثير الفني كان مشكلة بالنسبة لي، لكن أنا عايز أشوف اللعيبة، لأن في يناير عندي مرحلة انتقالية شتوية، عايز أجيب اللعيب اللي فعلا المكان اللي أنا محتاجه، أجيب له لعيب يكون مؤثر بشكل كبير. وقال حتى على كاس الرابطه كمان هيلعب شوبير وهلاعب علي لطفي، يعني حتى الراجل كمان دي برضك من ضمن الحاجات اللي تحصل للراجل، انه عنده استراتيجيه يعني طويله المدى شويه، بيتكلم في المستقبل. حاجه كويسه. انت في النادي الاهلي لازم تتكلم في الحالي وتتكلم في المستقبل واللي جاي، لان انت عندك كل الامكانيات اللي تنجحك. فالراجل مباراه المحله يعني كنا خسرانين وبعدين عدلنا، الراجل اتكلم كلام كويس قوي وقال التدوير اللي انا عملته اثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. هرجع تاني للثبات، فالنهارده هيبقى في ثبات بالنسبه للراجل في التشكيل، وده بردك هيرجعنا تاني للمكانه اللي احنا يعني بدانا بيها ونهينا عليها. فالنادي الاهلي وعدم اختلاق اعذار، يعني حلو انه قال لك ده التدوير بتاعه هو اللي نتج عنه كده، فهرجع تاني على الحسابات. بالظبط بالظبط. ما بيحصلش كتير من مدربين كتير. لا، ما هو ده الفرق بقى اللي انا بقول لحضرتك عليه، انك انت عندك مشروع والمشروع ده واضح. هو اتكلم على 5 بطولات، النادي الاهلي بيلعب في 5 بطولات على الاقل، بيحصد 4 بطولات. فهو راجل قال انا جاي عارف تاريخ النادي الاهلي كويس. فحته ثبات التشكيل اكيد هيرجع للاعيبه الاساسيين مره ثانيه، عشان يبدا ينطلق بقى كل 3-4 ايام هيبقى ان شاء الله مباراه للدوري. فالنهارده باذن الله انا حاسس ان لعيبه النادي الاهلي هتعمل مباراه طليق باسمها وطليق بتاريخ النادي. ويعني ايه المشكله ممكن يا كريم نهوان تكون في الحته القدامانيه، يعني انت عندك ثبات في التشكيل بالنسبه لحارس المرمى الشناوي، عندك ثبات في التشكيل بالنسبه للرباعي خط الظهر اكرم ورجوع محمد عبد المنعم وياسر، وطبعا معلول اللي شرفنا في كاس العالم. نص الملعب هيبقى ديانج وهيبقى السوليه، حمدي فتحي الحمد لله بقى موجود، وبعدين صانع العاب سافيو احنا شفناه بعد الهدف اللي سجله في المباراه السابقه. وبعدين الحته اللي قدامين الاربعه الثلاثه اللي قدام هيبقى هو طبعا قدر ودي ميزه الراجل كهيد كوتش، قدر يطور من اداء كريم فؤاد في حته الجناح، عجبه قوي. وطبعا بعد اصابه طاهر محمد طاهر فكريم بيأدي في المكان ده بشكل كبير، وجاب جولين يمكن او 3 جوال في كل مباراه بيجيب جول. وبعدين فاجئنا بيتسي تاو كراس حرب، وبعدين عبد القادر. فكان الكلام على بيتستاو، اشمعنى بيتستاو من البدايه؟ هو عايز يشوف برضه بيتستاو ده اخباره ايه؟ هيروح معاه لفين؟ هو شايف حسام حسن هو لازم يقيم دلوقتي كل اللعيبه. ده دور طب احنا عندنا دلوقتي الاهلي والاتحاد السكندري، وعندنا الاهلي وفيوتشر يوم 16، وفاركو والاهلي يوم 20، والاهلي وسموحه 25. من الاربع مباريات دول كابتن ماهر بتشوف انهي واحده من دول اللي فيها شويه تشالنج او فيها شويه تخوف، قال هو هتكون اللقاء الاصعب الى حد ما بالنسبه للنادي الاهلي؟ والله انا كل الماتشات انت شايفه، ده السنه الثالثه على التوالي بدا الدوري المصري بياخد مكانه كبيره جدا، مكانه طبيعيه، وفي تحدي بشكل كبير جدا في المنافسه. يعني الانديه كلها وضبت، جابت مدربين على مستوى، جابت لعيبه، صفقات. فالنهارده كل مباراه انت زي ما انت شايف، كل مباراه كل الناس قدام النادي الاهلي بيبقى فيها التركيز، زي ما قلنا قبلها بثلاث ايام كريم، يعني بينام بدري وبيكوي الشورت وبيوضب نفسه. بينام بدري وبيكوي الشورت والفانيلا، ويعني بيظبط نفسه. ما شفتنيش انت في الشورت يا مش عايزه فاتك كتير اقسم بالله. وبعدين التحدي بقى، بيلعب بقى مباراه مذاعه واستديوهات تحليليه موجوده، فطبعا اللعيب عايز يظهر بقى قدام النادي الاهلي،
في تحدي البطل بقى. فطبعا منافسه قويه ومنافسه شديده جدا، لكن عايز ارجع اقول لك ان دي شخصيه النادي الاهلي بقى بيقدر يفرضها. الراجل من بدايه الكلام قال انا جاي بطريقه هجوميه، انا هضغط على الخصم من قدام، انا هبدا الهجمه من تحت منظمه. فالراجل كان كلامه واضح، فاحنا بنشوفه ده على ارض الواقع. يعني النهارده مخرجنا جايب لنا لقطات جميله، واضح النادي الاهلي في بدايه المباراه بيضغط بشكل كبير جدا. اول 3 ساعه المباراه اللي فاتت احنا جبنا جولين في الدقيقه 17 والدقيقه 30 وقتلنا المباراه. ده كان كويس واثلك صدور كتير من الجماهير اللي كانت شايفه، ولو تفتكر من الموسم اللي فات واللي قبليه كان لفترات مش قليله وكان في عقم تهديفي بالظبط مثلا لتلتين المباراه لازم يبقى مع اخر نفس بالظبط نجيب الجول. طب احنا ليه مش بنضغط من الاول؟ بقينا نشوف ده دلوقتي. انت فاكر في حلقات ونواد كانت زعلانه جدا ولقيت لي يا كابتن وبعدين في الاهداف اللي عماله تضيع احنا كل مباراه ومش مشكله. فقلت لها ما هو احنا كل ثلاث ايام ما بيلحقش الراجل يصلح، ما بيلحقش يصلح الاخطاء. لكن النهارده الراجل ده اول ما جه ما شاء الله اشتغل على الاخطاء بسرعه اذا كانت الدفاعيه او الهجوميه. فالنهارده الراجل لا جاي عنده وعي، حتى احنا اطمننا، حتى اتكلمنا على اليوم الكامل، قلنا عدنا ان النادي معاكم لو تفتكروا اليوم الكامل. اليوم الكامل الراجل اول ما جه قال لك اليوم الكامل، ما هو عمل كده وكانت نتيجتها ايجابيه بصراحه. فدي كلها مؤشرات ايجابيه بتبسطك وتطمنك. عشان كده زي ما بقول لك مباراه السوبر الراجل اتختم. بس ممكن اقول على حاجه وتصلح لي ليه احنا بنكسب؟ بنكسب بس بنكسب بصعوبه. يعني في مباريات انا شفت مثلا ماتش المقاولون، يعني هو احنا معقوله بنكسب المقاولون بصعوبه؟ طب ليه الواحد برضو مش فاهم مع كل الاختلاف ده والتطوير ومارسيل كولر والاداء الجيد؟ فرقت ال 25 يوم يا نهوان، ال 25 يوم بتاعت الراحه زي ما انت كرفي طالع بيكي، وبعدين 25 يوم تروح مريحه، حصلت اصابات للعيبه، هو برضك الحته القدمانيه لسه العيني ما حطش ايده عليها لان كل خط خد منه وقت. فطبعا فرق معاه بشكل كبير. الخط القدماني لو في ثبات في التشكيل فيه يفرق معاه. فهو ده اللي يمكن اللي عامل له صداع شويه وعامل له يعني الحته القدمانيه. عايز الحته القدمانيه، عايز يبقى عنده جناحين ثابتين وعنده راس حربه ثابت يفرقوا قوي، وراس حربه يكون سكورر. يعني بردك على استحياء شريف لسه ما دخلش الفورمه، حسام ما اداش المردود اللي للراجل يعني عايزه، بيتستاو راجع من اصابه. فدي كلها حاجات الراجل بيحطها في الحسبان، لان المرحله الانتقاليه الشتويه هو عايز لعيب بيخلصه. فانا من خلال برنامجكم كده بقول اول اختيار للراجل هيبقى راس حربه الفتره اللي جايه. راس حربه يكون راس حربه هداف، راس حربه يكون مؤثر بشكل كبير، لان الحته القدمانيه زي ما اتكلمنا في حلقات كتيره جدا العمق التهديفي والاهداف الضايعه بشكل كبير لا عايزين نترجمها. المباراه اللي فاتت ديت احنا ترجمناها في الشوط الاولاني، ضاع ممكن حوالي 3 4 فرص، ولكن فرصتين جبنا منهم جوال حلو قوي، نسبه وتناسب جميله، معدل يعني معقول، معدل جميل قوي. لكن 10 فرص وما بجيبش صعب قوي، ودي كانت برضو كانت مشكله مساله الفينشنج كنا بنعاني منها في وقت من الاوقات، وبرضو اعتقد ان هي اتحلت الى حد كبير جدا جدا يعني جدا بدليل النسبه اللي حضرتك طبعا طبعا عنها. لان هو كمان بيأيد على طول. مشكله التلت الهجومي ده كريم، هو بيطلع الورق والقلم اول ما بيلاقي اخفاقات واول ما بيلاقي عدم دقه وبيلاقي سلبيات فبيكتب، والكتابه دي معناها انه هيشتغل عليها. طبعا زي ما انا قلت يعني فرص كتيره جدا بتضيع، هو بيكتب بقى فرص بتضيع مثلا من العمق لا هشتغل عليها، من الاطراف في الانفرادات العاب الهواء، كل الحاجات دي بيبدا يشتغل عليها في اليوم الكامل. ده مستر اليوم الكامل يا كابتن ماهر، لان كمان احنا عندنا فتره توقف اهي كويسه، مش هقول توقف كامل يعني، بس عندك هدوء شويه في المباريات، والفتره اللي فاتت قبلها كان في توقف، فانت مش هتقدر تقول مثلا انا بادئ الموسم مضغوط او انا عليا مسؤوليات وانا مش لا انت بادئ موسم حلو جدا. ما شفناش بقى المشاكل بتاعت الموسم اللي فات، وجايبين لك مدير فني جديد وجايبين لك كل الحاجات وسهلنا كل الصعوبات الموجوده، بتكلم عن النادي الاهلي تحديدا. فانا محتاجه اشوف على الصعيد الثاني نتائج كويسه ولعب كويس بالظبط. يعني سو فار احنا نتائجنا كويسه، هنختلف شويه في حته الاداء، هل احنا ده الافضل عندنا ولا في كمان حاجات ممكن تقدم بشكل احسن بكتير. ده اللي هنقوله او نقيمه. عايزين نتكلم كمان عن المونديال لان لسه في ملفات. هنروح فاصل بسرعه جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم مع كابتن ماهر همام، خليكم معانا.
مرحبا بحضراتكم انا وكريم مره كمان، ومنورنا نجمنا كابتن ماهر همام، ولسه بنتكلم حديث طويله وملفات مختلفه، وكنا بنتكلم عننا شويه ومنتخب مصر والمشاكل اللي بنمر بيها، واحنا ليه بقى مش عارفين ان احنا نعدي رغم ان عندك الامكانيات وعندك اللعيبه وعندك الدعم الجماهيري الكبير، لكن للاسف الشديد مشاكل اداريه ربما من ايام حضرتك يعني كنت بتتكلم لحد دلوقتي لم تحل. خير ان شاء الله. على كل حال عندنا ماتشات مهمه اتكلمنا فيها، اربع ماتشات لسه بتنتظرنا، اولهم الاتحاد السكندري. خلينا نتكلم في برضو ملف المونديال، وهنرجع تاني للاهلي لان ملف المونديال برضو لا ينتهي من تفاصيل كتيره وغير متوقع، زي ما بيتقال كده الناس كتير اديته هذا المصطلح مونديال غير متوقع تماما، لما المانيا تخرج، لما البرازيل تخرج، لما اليابان تتالق في الفتره اللي فاتت، لما المغرب تتالق، يعني حاجه بصراحه محترمه جدا وفتره انت بتشهدها والعالم كله بيتفرج عليك. انا بتهيالي احنا بنمر بفتره مختلفه، والكره الافريقيه كمان اعتقد ان هي ابتدت شويه، كلام تحديدا عن المغرب، ان هي يعني تنطلق لليفل تاني او مستوى تاني. هو طبعا كاس العالم ده فاجئنا بشكل كبير جدا بصراحه، يعني هو المفاجاه لينا احنا الكره الاسيويه والكره الافريقيه، ان احنا بدانا نناطح الكره الاوروبيه اللي كان الفرق بيننا وبينهم 25 سنه في التقدم، كنا بنخاف ونقلق اوروبا يا عم هنروح فين نيجي منين، لكن النهارده المشاريع اللي اتعملت بالنسبه للكره الاسيويه حاجه جميله جدا. كوريا عامله مشروع 9 سنين مش توصل توصل للكلام ده، صح؟ ف ده شغاله بجد على الارض من سنين. يعني شفنا السنغال طبعا في كاس افريقيا، شفنا حتى في المباريات الفاصله بيننا وبينها عندها ما يقرب عن 17 18 لاعب بيلعبوا في اوروبا في احسن الانديه. السعوديه عملت مفاجاه كبيره جدا طبعا، مكسبها للارجنتين بعدها احلام كبيره بالظبط يعني. وهي دي يا كريم يا نهواند انا في رايي الشراره بتاعت مباراه السعوديه والارجنتين طبعا، دي الانطلاق طبعا اللي ادت ثقه لكل المنتخبات العربيه بالظبط كده، احنا نقدر اهو بالظبط، واحنا بنسميها في علم التدريب يعني الاعداد الذهني والدوافع، وحتى كل المدربين لما بيطلعوا يكلموا لك هي الدوافع دي اللي وصلتني لكده، يعني الدوافع دي اللي هي قلب وغيره وعرق وجدعنه وتعب وشقه بيغطي كتير جدا على الفنيات والتكتيك والحاجات دي. حضرتك شاركت مع منتخب مصر كابتن ماهر؟ شاركت 75 مباراه دوليه، انا ثالث لعيب في مصر، انا لعبت منتخب مصر 75 بطلت 87 خدت احسن زير ثالث في افريقيا ولعبت مع منتخب مصر حوالي 75 مباراه دوليه. والوضع كان ازاي زمان بقى المونديال زمان، وايه كانت اكتر الدول قوه؟ يعني هل زي دلوقتي احنا بنتكلم مثلا فرنسا البرازيل، هل الدول دي برضو من زمان وهي متالقه او واخده مراكز اولى؟ حاجه طبعا حدث ولا حرج بصراحه، ايه بقى كله اقوى من بعض، واسماء طبعًا اسماء حافظينها لحد دلوقتي طبعًا. هولندا الطاحونه الهولنديه، البرازيل السامبا، يعني اسماء كنا بنتكلم من شويه في الفاصل بالفواصل انا وكابتن ماهر خدت بالك، كنا بنتكلم على المنتخب البرازيل في الثمانينات مش عدى نرص اسماء الشيزيكو على ازيدورو على سقراط على مش عارف ايه، يعني دول حاجه ونفس التقايل دول موجودين تقريبا في كل منتخب تاني بالظبط. وده خد بالك يا كريم، انا هود اللي مقصر دلوقتي النجوم مش موجوده، حلاوه الكاس العالم زمان الكوره والتكتيك والمهاره عشان النجوم دول كل واحد مبدع، رغم التطور اللي حصل والتطوير وراس المال في كره القدم في كل المنتخبات في العالم، برضو كره القدم زمان كانت احسن والمونديال زمان كان احسن بالظبط. غريبه دي دلوقتي تساوت زي ما احنا بنقول دلوقتي ايه على مستوى المحلي عندنا ان اللعيبه قريبين من بعض، مفيش فرق بتاع الاهلي وبتاع المحله والزمالك والترسانه، يعني قربوا القريبه قربوا من بعض. كمان في كاس العالم لما شفنا يعني النجوم ما حسيناش بيها، نيمار اتعور ومبقاش موجود، كريستيانو السن وكبر، ميسي زي ما احنا شايفين حتى التفصيل دي برضو من ضمن عناصر الاختلاف، ان دلوقتي بقى عندك منتخبات يعني مثلا كرواتيا مودريتش، مش عارف البرتغال كريستيانو رونالدو بالزبط. فرنسا مبابي، يعني بقى عندك نجوم شايلين منتخبات. لكن في ازمنه سابقه برضو استكمالا للرد على سؤال نهواند، كان المنتخب كله بالظبط اسماء نهواند واسماء فعلا اللي بيخرج منهم ما بنحسش بيه، لكن انت النهارده كريستيانو مش موجود احنا مش حاسين، ميسي مش موجود مش حاسين، نيمار مش موجود مش حاسين، زي ما احنا قالوا علينا مثلا منتخب محمد صلاح يعني محمد مش موجود بيأثر بشكل كبير. فالنهارده احنا عايزين احنا بالنسبه لنا عايزين 3 4 5 6 محمد صلاح،
طبعا. عايزين نفتح شويه بقى. امال انت حكيك كابتن ماهر بتتكلم دلوقتي كده في المونديال النسخه دي، واحنا النسخه اللي بعد اربع سنين انت مش هيبقى عندك اسماء كتيره. أيوة. جدا موجوده. أيوة. طب هو هيبقى مين اللي موجود؟ لا صح. يعني أنا انت معاك في اربعه مرشحين ان ما يبقوش موجودين من محمد صلاح وتريزيجيه يعني وحجازي وشينين. لا انا بتكلم في العالم مش منتخب مصر. فيعني مع الاسماء اللي هتروح مش هتشارك وده اخر مونديال ليها، بتتوقع كمان المونديال الجاي يبقى عامل ازاي؟ يعني ما المونديال الجاي انا احساسي كده المتعة إن هيبقى لينا تواجد بشكل كبير جدا كافريقيا ان شاء الله ومصر باذن الله. نتمنى. يعني احنا بعد مباراتنا مع بلجيكا احنا بردك من ضمن الحاجات اللي فتحنا للمغرب مكسبنا في المباراه الحبيه لبلجيكا وهم كانوا بيتفرجوا وعملوا اعداد ذهني وعملوا تحليل فني عن المباراه افدناهم بشكل كبير. فالمونديال الجاي ان شاء الله باذن الله مصر هتبقى موجوده لان عدد الافارقه هيزيد لتسع فرق، فدي برضك هتدينا فرصه ان احنا الدول المشاركه بشكل عام هتزيد من كل بالظبط. طب على ذكر المغرب، يا ترى توقعات حضرتك ايه بقى للماتش الجاي ما بينهم وبين فرنسا؟ واكيد هيبقى لقاء ناري من زاويه معينه، اكيد في فرق في ثقه للاسماء كاسماء منتخبات، لكن من زاويه ثانيه رؤيه الامور ما انت عندك تقريبا كل المنتخب المغربي ما يتقالش عليه ان هو غريب على الكره الفرنسيه. بالظبط يا كريم، يعني هم زي ما انت قلت ولاد الكره الفرنسيه بالزبط. بشكل او باخر بالزبط. يعني هم عملوا اعجاز وانجاز بصراحه. يعني انا بقول ده انت تابعتنا امبارح بقى كسر صح؟ لازم اتابعكم طبعا. قلت الكلام ده برنامجي المفضل يعني. تسلم يا كابتن ماهر. فلازم الملف بتاع كاس العالم ده لازم نعمل مكتبه بصراحه ونسجل كل الحاجات دي ونستفاد منها، لان فرصه بالنسبه لنا. واهم درس يا كريم نهوان الاعداد الذهني والدوافع اللي بيتكلم عليها كل مدرب، ان هو بيشحن لعبته، انه عنده اصرار على المكسب، انه عنده اصرار انه يعمل انجاز، عنده اصرار انه موجودين بشكل كبير. فمنتخب المغرب زي ما انت قلت يا كريم معظمهم موجودين في اوروبا متعلمين الثقافه واللغه وطبعا والاحتراف واليوم الكامل والمهاره والتكتيك وما فيش اجهاد كل ثلاث ايام. فيعني بقاش في مستحيل بصراحه يعني، والدفعه اللي خدوها والثقه اللي خدوها والحاجه الجميله اللي عملوها في قطر والعالم كله بيشيد بيها، فدي كمان بتدي لهم ثقه بشكل كبير جدا. المانع ان انا نص نهائي؟ المانع ان اكسب فرنسا؟ ما انا كسبت قبل كده. في مباراه جانبيه مستقله لوحدها او مباراه موازيه بين اشرف حكيمي وزميله مبابي؟ اكيد طبعا، ودي برضك من ضمن الحاجات اللي هتساعد المغاربه بشكل كبير، انه هيقعدوا يتكلموا مع بعض، بيبقى في قعدات يا كريم كده للعيبه مع بعض، يعني بعد ما المدرب يقول الخطه هم يقعدوا مع بعض بقى. نهوان خد بالك من الحته دي، كريم انا عايزك تبقى في موجود في المكان ده، انا همسك الراجل ده عشان اعرفه سريع، هعمل له مساحه، هضايقه، هو بيتضايق من ايه؟ ما هو برضك عايشين مع بعض، وبيحب ايه؟ والمود بتاعه عامل ازاي؟ في حاجات نفسيه اكيد هتفرق مع لعيبه المنتخب المغربي ازاي يتعاملوا مع منتخب فرنسا بشكل كبير. طبعا امكانيات منتخب فرنسا بتفوق، وطبعا بطل الدوره السابقه وكاس العالم السابق، ف ايه المانع انا كمان ان انا يعني انول منه؟ ودي من ضمن الحاجات اللي نتمنى حقيقي. انا اتمنى المغرب هي اللي تاخد المونديال، بس يعني رح نتكلم بقى عن الورقه والقلم. أنا قلت الكلام ده لكريم امبارح وهيبان. أنا توقعت إن هي هيكون ما بين فرنسا والأرجنتين وهتفوز فرنسا المرة الثانية. يعني ده توقعي. زي ما يعني كده يعني الخبرة بقى. الخبرة هي الخبرة بقى بتفرق، خبرة فرنسا طبعًا أعلى من خبرة يعني المغرب. طبعًا لما بنيجي نتكلم على أداء أي منتخب أو على قوة أي منتخب بنتكلم على أسماء اللعيبة اللي فيه، المهارات اللي عندهم، خبراتهم التراكمية السابقة إلى آخره، لكن عايز أقف مع حضرتك عند تفصيلة كده، هي المفروض ان هي بره اي حسابات بالورقه والقلم، بس هل ليها مردود بشكل او باخر ولا لا؟ بدون مبالغه دعوات الامهات اللي شفناها، يعني شفنا لقطات اكتر من رائعه مع المنتخب المغربي وتقبيل ايادي ورؤوس الامهات. النوع ده من الامور ودي حاجات بقى بتاعتنا احنا، انت عارف احنا شعوب عربيه عاطفيه، بيبقى لها برضو دور. اكيد دور كبير، يعني سبحان الله، يعني دعوات الامهات دي للاولاد دول سند كبير جدا سبحان الله لربنا سبحانه وتعالى. يعني دعوات طالعه بقى من قلبهم كده للمولى عز وجل. وخد بالك محمد صلاح كده، محمد صلاح من ضمن الحاجات الجميله وهو بيسخن وخلاص وهينزل بيروح معاه الموبايل بيكلم الحاجه، ادعي لي ادعي. والله يعني من ضمن اسرار محمد صلاح، خد بالك زيهم كده.
فدي من ضمن الحاجات الدعوات. اقول لك حاجه كريم، الملايين المليارات المسلمين اللي موجودين اللي بيدعوا للمغرب يعني كل هل الكلام ده يعني على فكره دي حاجه انا عايز اعرفها شخصيا، هل الكلام ده اصلا موجود في لغه كره القدم؟ يعني في حاجه موجود اسمها دعوات ناس تخلي فريق يخسر وفريق يكسب وحظ النهارده معايا والكره النهارده مش يومي، في حاجه اسمها كده؟ بتدي ثقه، الدعوات دي بتدي ثقه، يعني بتدي ثقه للعيب، يعني لما امه بتدعي له روح يا ابني ربنا يبارك لك ربنا يكرمك وتكسب، يعني ممكن تغير نتيجه فعلا. انا مش عارفه. طب اقول لك على حاجه بقى لذيذه جدا، بعيدا بقى عن يعني في سياق متصل منفصل، بس بعيدا عن الدعوات، في أزمنة سابقة وفي الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه كان عندك منتخبات إفريقية وفرق إفريقية بعينها، فاكر أيام التعويذ والحاجات والحجاب اللي مرمي في ظهر في ظهر المرمى، وما زال يا كريم وما زالوا شغالين كده برضه لا فرق. والله العظيم ده كان في منتخبات هنا وادي بتيجي معاها الصحراء بتقف لو تفتكر حضرتك. والله طبعا. فعايز أقول لك حاجة، من ضمن الطقوس بتاعتنا قبل المباراة بيوم في ناس تحب تروح السيدة نفيسة صلي العشاء هناك وتجمعوا وبتاع، واخد بالك؟ وفي ناس تحب تروح الحسين يعني اولياء الله طبعا، يعني لو هي ماشيه كده ما كان المغرب لكن خدت لكن المونديال وكانت منتخب مصر دخل صلى ويقرا الفاتحه يعني، ولا انا ايه بيتبشر يعني لكن ما بيخشش بقى الضريح ويقعد بقى حافز معنوي يعني حافز معنوي يعني يعني نفسيه كده وتحسي وكانك خدتي البركه فلازم ربنا يكرمك يعني، فاهم قصدي؟ طبعا بالورق والقلم مفيش حاجه اسمها كده. لا 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 لا، زي ما قلت لك كريم، المجهود بقى والتعب والمشروع والدوافع وال90 دقيقه اللي داخل الملعب والخصم اللي قدامي ما تزعلش مني يعني، احنا مسلمين هم مش مسلمين، احنا بنقرا الفاتحه وهم ما بيقروش الفاتحه، لكن هم بينزلوا يكسبوا ما احنا بنكسب بالظبط، اشمعنى بقى؟ فهي هي المجهود هو اللي بيخرج عن بعض النظر. طبعا احنا اتكلمنا عليه ونرجع تاني، الاعداد الذهني الاعداد الذهني اللي بيجهز اللعيبه ويحفزهم، خلاص الراجل في اخر حاجه خلاص بقى بيديهم بقى ايه المسؤوليه، ال 30 مليون المغربي، العالم العربي، انتوا تاريخ. فكرك ممكن الفاينل يبقى على غير توقع نهواد، يبقى بين الارجنتين والمغرب يا رب، او كرواتيا والمغرب ايا كان، بس المهم المغرب في الفاينل يا رب. نتمنى بصراحه والله وارد يعني والله يا كريم وارد، اصل انا قلت لك قربت باش في مستحيل. أيوة. اسيا وافريقيا قربت وادتنا ادتنا دافع وادتنا ثقه ان احنا جايين كمان. خلاص قربنا من الكره الاوروبيه، كنا زمان بنقول لا 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 فرق كبير جدا، لا طبعا. الفرق قرب النهارده، كوريا بتعمل واليابان بتعمل انجاز والسعوديه عامله اكيد اللي حصل ده هيبقى حافز للمنتخب المصري ومنتخب الجزائر ومنتخب تونس أكيد. يعني اكيد حتى كمان حتى احنا في خلال شغلنا حتى انتوا في برامجكم بداتوا ازاي هنغير وازاي هنوصل وازاي كله بقى بدا يشتغل بقى على يا جماعه احنا مش اقل من الناس دي صحيح. احنا بصراحه لا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ولازم نشوف فين الخلل فين ولازم بسرعه نشتغل لان انت مفيش وقت بس الناس تقول لك اربع سنين لا اربع سنين ده انت تشتغل لا 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 ده انت لازم تشتغل دلوقتي عشان مشروعك اصل اربع سنين دول بمعدل عارف انت تمرينتين ثلاثه هتلاقيهم ماتشين ثلاثه هتلاقيهم خلاص خلصوا فانت اعدادك ايه في الاربع سنين ولازم الناس تطلع تقول لنا لازم فيتوريا ده يطلع يقول لنا يا جماعه انا في اربع سنين دول هاخد بطوله عربيه من دلوقتي بقول لكم وهناخد كاس الامم الافريقيه وهنروح كاس العالم روحنا كاس العالم ويبقى الاشتراك بالنسبه لنا مشرف زي دول لا كفايه بقى مش انا مش هروح بس إيه؟ يعني أداء. انا وصلت خلاص لا ده هشتغل على اساس ان انا كمان مش اقل من المغرب مش اقل من تونس مش اقل من السعوديه لا انا كمان هعمل مفاجآت ان شاء الله الفتره اللي جايه وكمان زي ما قلت لك واللعيبه تساعد يعني حتى اللعيبه كمان يبقى في دوافع من دلوقتي الدوري العام ده بيفرز لنا اللعيبه للمنتخب مش لازم اهلي وزمالك بس احنا عايزين الانديه كلها طبعا فالعمليه يا جماعه بقت الملف ده ملف فيه دروس مهمه جدا بالنسبه لنا ان احنا نقدر نستغلها ونقدر ندرسها عشان نقدر كمان نوصل للناس اللي وصلت له ده يعني مش يبقى كاس العالم خلص خلاص لا ده الحاجات دي كلها هتبقى ليها مكتبه انا في رايي مونديال 2022 في قطر ازاي هنحلل الفرقه دي كلها وازاي هنشوف الفرقه العربيه دي وصلت مش عيب مش عيب ان انا اطلع للمغرب اشوف الملف ده اتعمل ازاي وده جانب اداري ايوه طبعا اتحاد الكوره جمال علان حازم دور حازم مهم جدا بركات مهم جدا الثلاثه دول لازم من دلوقتي بعد كاس العالم ده ما ينتهي لازم يبقى في تواصل بيننا وبين الدول دي وعلى راسهم المغرب ازاي يا جماعه المشروع ده اتعمل
اداريا وفنيا ولايحته يعني احنا مش عارفين ازاي ده تعامل. عارفين بس احنا برضك يا نهاوند ممكن نشوف فيه حاجات مثلا نستفيد منها. هم فتحوا الاحتراف المانع احنا كمان باش في قيود على لعبتنا. احنا بقى في احتكار بشكل كبير جدا على لعبتنا. لا ما يحترفش الخارج. لا طب وبعدين؟ ما احنا محليا خلاص احنا تشبعنا بالجانب المحلي. النادي الاهلي عنده بطولات ما حدش يقدر يوصل له لو 100 سنه كمان. دي حقيقه. بصراحه فلكن لازم دلوقتي يبقى احنا اللاعب المميز نلحق. لو جاته فرصه فعلا فرصه سليمه لا نسيبه عشان يقعد لنا بعد كده بالشكل اللي احنا بنشوفه في المغرب. يقعد لنا بقى بالمهاره والتكتيك والثقافه الكرويه والوعي. لازم يبقى عندنا اكتر من على الاقل مش 6 لاعيبه محترفين. 3 منهم بيلعبوا و3 ما بيلعبوش. والله يا كابتن ماهر الكلام ده يعني حضرتك يمكن معانا هنا تحديدا في 10 الصبح قلته كتير. واكيد هو وصل للمسؤولين عندنا. يعني في المشكله بقى انا زي حضرتك قلت احنا بنطرح المشكله والحلول تطبق على الارض. لحد دلوقتي ما شفناش حاجه مختلفه الى حد ما. فخلينا نشوف زي ما احنا عالجنا نهود حته الدوري نبدا وننهي الايه؟ كاس الرابطه اللي جه عشان توقفات حلو حاجات كويسه. حاجات يعني استجدت علينا. عايزين نكمل بقى. عايزين نكمل والله يا مسهل. وكل الدعم يعني لو احنا هنتكلم على الجماهير المصريه تحديدا كل الدعم ليهم. بس في الاخر ورونا نتيجه تليق بينا يعني بالزبط. هي دي النقطه. تمام نتمنى هذا ان شاء الله يعني. باذن الله يا كريم ان شاء الله. طيب يعني برضو قبل ما يعني نقفل الملف بتاع المونديال عايز اسال حضرتك بصفه شخصيه اكتر ماتش بجد كنت قاعد منسجم قوي وانت بتتابع بغض النظر مش بتكلم على المنتخب بعينه عموما اكتر ماتش في من ماتشات النسخه دي من المونديال كان ماتش ممتع وبديع في رايك ومن وجهه نظرك هو اللي اثر فينا الماتش الاولاني بتاع السعوديه والارجنتين هو اللي اثر فينا هو اللي ادى الدوافع لتونس بعد كده والمغرب لانهم جم بعد المباراه دي فده المباراه او المباراه اللي احنا فتحنا بيها يعني السعوديه بصراحه فتحت لنا المجال او فتحت لهم المجال بشكل كبير شفنا المنتخب السعودي حاجه جميله بس للاسف لم تكمل معلش. يعني برضك حصل مجهود واجهاد بشكل كبير جدا على اللعيبه السعوديين لكن زي ما قالت نهاوند ان احنا ما كملوش لكن طبعا هم هيستفادوا اكيد بعدم الاخفاق ده ازاي يصلحوه في الدوره اللي جايه لكن ده يعني اللي هز المونديال انك انت تكسب الارجنتين المترشحه طبعا فطبعا المنتخب السعودي هو انا في رايي ومن هنا بقى كمان عرفنا ايه الاعداد النفسي والاعداد الذهني انك انت تشحن اللعيبه دي وبشكل شفنا الراجل المدير الفني يعني بصراحه كمان بيقاتل فبيت الاداره الفنيه كمان بقى ليها دور كبير جدا انك انت اللعيبه شايفه مدربها معاها في كل لعبه معاها في كل حركه معاها في كل جول تفرق كتير على كل حال احنا ان شاء الله النسخه القادمه اللي هي كمان 4 سنين تدينا العمر يعني بس على كل حال نلاقي اداء مختلف تماما ومشاركه اكبر بكتير عدديا كمان من منتخبات عربيه وافريقيه لان احنا نستحق ده وفي بوادر حلوه في المونديال ده تقول لنا ان ده ممكن يكون قادم باذن الله في المونديال اللي جاي. نورتنا كابتن ماهر الحلقه الفقره عفوا دي خلصت وتنورنا مره ثانيه. وتمنياتي طبعا للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله وجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي يعني بصراحه زحفت ورا فريق في المحله وعامله حاله جميله جدا احنا عايزين ننزل نلعب فجابين النادي الاهلي طبعا العظيمه اللي واقفه ورانا واقفه ورا فرقتها وناديها بنقول لهم تواصلوا ان شاء الله في تشجيع اللعيبه بشكل كبير العاده هم الظهر بصراحه يعني حق يعني نورت الدنيا يا كابتن شكرا جدا شكرا كريم شكرا نورت خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي مع حضراتكم بقى تاني واخر فقراتنا الحواريه خليكم معانا عوده ل 10 الصبح في الاهلي اهلا بيكم من جديد طبعا الصحه هي تاج على رؤوس الاصحاء واكيد كلنا يهمنا ان احنا نعيش حياتنا بشكل صحي وبصحة جيدة وما نكونش بنشتكي لا من أي عرض ولا من أي مرض خلونا في الفقرة دي وهي فقرتنا الطبية طبعا نتكلم عن حاجة بقينا نسمع عنها كتير وبقينا بنسمع شكاوى منها كتير في كتير من البيوت المصرية واحدة بقت من أشهر آلام العظام هنتكلم مع حضراتكم النهاردة عن خشونة المفاصل
عباره عن ايه خشونه المفاصل؟ بتيجي نتيجه ايه؟ طب نعالجها ازاي؟ ونقي نفسنا منها ازاي؟ كل دي اسئله هنطرحها على ضيفي اللي منورني في حلقتنا النهارده الدكتور باهر السعيد المستشار الطبي لشركه باكس فارما. يا صباح الخيرات على حضرتك واهلا بيك. صباح الفل يا استاذ كريم، اهلا بيك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله وشكرا. اكيد حضرتك بتسمع الشكوى دي بصفه مستمره في الفتره الاخيره، وبقت برضو من الحاجات الملفته للانظار ان حتى شباب صغيرين في السن بيشتكوا من خشونه المفاصل وخشونه العظام. طبعا بقت حاجه منتشره جدا بسبب عادات صحيه غلط كتير بنعملها، بسبب عدم الاهتمام بالتغذيه السليمه، عدم الاهتمام ان احنا ناخد كفايتنا من المعادن من الفيتامينات اللي ممكن تحافظ على صحه العظام بتاعتنا. وبرده كمان الوزن الزايد اللي بيعاني منه ناس كتير، مش شرط الكبار في السن لا، وفي شباب بتلاقي وزنهم اوفر دوز، واطفال كمان. فطبيعي اي حاجه بتعمل ضغط على الركبه، سواء ممارسه غلط للرياضه مثلا، ممارسه اي نشاط يومي بيعمل حمل على الركبه، طبيعي ان بيعمل لنا مشاكل التهابات في الركبه للصغيرين، وخشونه لما بنكبر في السن. يعني هما الاثنين واحد المسمى، بس بيختلف طبقا للفئه العمريه. بالظبط، يعني الالتهابات هي الخشونه. كلمه خشونه يعني ان حصل زي تاكل في المفصل. ده بيحصل مع مرور الزمن. انت شفت المفصلات بتاع البيبان كده لما بتصدي؟ هي نفس الكلام. بيحصل ان زي تاكل ده اكيد بيحصل غالبا مع تقدم السن، انما التهابات والام الركبه بتحصل من بدايه من السن الصغير، بس في الاخر هم علاجهم واحد او الوقايه منهم واحد. اول خطوه في الوقايه هو انك تعمل الحاجه اللي تمنع الضغط على الركبه، رقم واحد اكيد لو وزنك زايد لازم تخس. طبعا. لو تقلل الحمل، لو بتعمل رياضه مثلا بتسبب ضغط جامد على الركبه وانت اوريدي بقى عندك مشاكل في الركبه، لا لازم تخف من الرياضه دي. لازم تريح الركبه بتاعتك قبل ما تفكر تاخد اي حاجه. وطبعا وقائيا في اكيد مكملات غذائيه بتدينا وقايه من خشونه الركبه، في مكملات غذائيه بتدينا العناصر اللي بتضمن قوة العظام، تمنع هشاشة العظام، تخليك أكثر، تخلي عظامك أقل عرضة من الكسور، من الإصابات اللي ممكن تعيقك عن شغلك. يعني أنت لو رياضي وجالك إصابة في الركبة أكيد بتعطلك عن شغلك، وبتعطلك برضو لو حضرتك شغلك بيحتم عليك المشي فترات طويلة. مجرد بس الإحساس ببداية التهابات في الركبة تحاول تتصرف وتاخد حاجات تمنع أو حاجات تديك وقاية من مشاكل الركبة عشان تعرف تتحرك. في ناس ساعات يعني بتشوف حاجات أو بتاخد بالها من وجود حاجات بس ما بتقفش عندها، طرقعة في الركبة، طقطقة في المفاصل، النوع ده من الأمور دي مؤشرات لازم ناخد بالنا منها؟ هي دي المؤشرات. جاي تطلع السلم حاسس بألم في ركبتك وانت طالع السلم، وانت جاي تنام بالليل ألم في ركبتك غير محتمل، مش قادر تنام من الألم بتاع الركبة، صوت الطرقعة والفرقعة، مش عارف تصلي من ألم ركبتك، كل الكلام ده بيديك مؤشرات. فعشان كده بنقول للوقاية من مشاكل الركبة أول ما الأعراض دي تظهر عندك ممكن تاخد مكمل غذائي بيحتوي على الحاجات اللي بتنشط إنتاج الكولاجين في الركبة فتدي مرونة للركبة. زي إيه؟ تنصح بإيه؟ في حاجة مصرية خالص سعرها كويس جدا، حاجة اسمها جوينت بيكس. الجوينت بيكس ده تركيبته خماسية بيدي وقاية من مشاكل الركبة، وبيساعد كمان في العلاج في الحالات اللي اوريدي عندها خشونة. الجوينت بيكس فيه قوة خماسية من الجلوكوزامين والكوندروتين والهيالورونيك، التلات عناصر دول بيبنوا الكولاجين بتاع الركبة اللي بيسمح بمرونة الركبة، اللي بيخلي الركبة مرنة مفيش فيها صوت الطرقعة والفرقعة دي. وبرضو كمان في حاجتين جمال جدا، أي حد عنده مشكلة في الركبة بتلاقي دايما إن ركبته ورمة أو فيها احمرار أو شكلها متشوه من الورم ده، فإحنا بنحتاج حاجة تقلل الورم ده. الجوينت بيكس فيه حاجة طبيعية بتقلل الورم، هي خلاصة الأناناس، حاجة اسمها البرومالين، من مستخلص الأناناس. البرومالين ده من أفضل الحاجات على الإطلاق اللي بتقلل التورم بتاع
اي تورم في الجسم وخاصه تورم الركبه، فالبرومالين اللي موجود في الجوينت بيكس هيخفف التورم ده، بالاضافه كمان ان الجوينت بيكس فيه مسكن طبيعي للالم. دايما الناس بتخاف من المسكنات، بتقلق من المسكنات عشان الكلى عشان الكبد عشان المعده، هو في خلاصه الجينجر، الجينجر من اللي هو بيجي من الزنجبيل، الجينجر يعتبر مسكن طبيعي للالم، يعني يعتبر بديل طبيعي للمسكنات، فوجود ما ياثرش على جدار المعده ولا اي حاجه. بالعكس على فكره الجينجر لو قرينا عنه هنلاقيه بيقلل اصلا الاحساس بالقيء والاحساس بالغثيان، ومقاوم طبيعي لجرثومه المعده، ده الجينجر. فالجينجر حاجه حلوه جدا، فوجود الجينجر في التركيبه دي مع وجود البرومالين اللي بيقلل التورم مع التركيبه بتاعه الكوندروتين والجلوكوزامين والهيالورونيك، الحاجات دي كلها بتخليه منتج مثالي للوقايه من خشونه الركبه، عشان الركبه تتحرك بسلاسه وبمرونه، وفي نفس الوقت حاجه بتقلل التورم، تقلل الالم، كل دي حاجات طبيعيه، فهيساعد على الوقايه وفي نفس الوقت كمان المساعده في العلاج من الخشونه. الجوينت بيكس بتاخد قرصين يوميا بعد الغداء لمده 3 شهور على الاقل، بيجيب نتائج كويسه جدا. وبرضو بننوه دايما ان احنا بننصح الناس دايما انه يعتمدوا برضو على نوع كالسيوم كويس، عشان يعني بناء عظام قويه محتاج كمان كالسيوم كويس، محتاج فيتامين د كويس. فبقيه الاشقاء بتاع الكورس ده في حاجه اسمها سي دي زد بيكس، ده عباره عن نوع كالسيوم. السي دي زد بيكس مسته انه نوع كالسيوم، كالسيوم ستريت، في انواع كالسيوم كتير في السوق، نوع الكالسيوم اللي موجود هنا اسمه كالسيوم ستريت. الكالسيوم ستريت ده نوع كالسيوم مميز انه ما بيعملش تقلصات، ما بيعملش امساك. في ناس كتير بتشتكي انه لما بياخدوا كالسيوم بيجي لهم امساك، بيجي لهم بيهيج لهم القولون. انما السي دي زد بيكس ده عشان كالسيوم ستريت خفيف خالص على المعده، امتصاصه عالي جدا، حتى الاطباء الجهاز الهضمي كمان بيحبوه لكبار السن، بيبقى حلو لكبار السن ومرضى الكلى والكبد والناس دي، بيبقى كويس جدا ليهم، لانه النوع ده بالذات هو المستحب لاصحاب الامراض المزمنه، المستحب كمان للناس اللي عندهم مشاكل في المعده. وبقيه الحاجه اللي هو الفيدي بيكس بقى، اللي هو فيتامين د تركيز 2000 وحده دوليه، ده تركيز لفيتامين د. الفيدي بيكس فيتامين د ده عباره عن فيتامين د تركيز 2000 وحده، مناسب ان احنا ناخده حتى من غير تحليل، بيديك الاحتياج اليومي بتاعك، لان زي ما احنا عارفين كالسيوم عايز فيتامين د عشان يثبته في الجسم. جرعه السي دي زد بيكس اللي هو الكالسيوم بيتاخد بعد الفطار، الفيدي بيكس بيتاخد بعد العشاء، لان فيتامين د من الحاجات اللي بتحسن جوده النوم كمان، فلو اتاخد بالليل هيحسن جوده النوم بتاعنا، غير ان هو مفيد للعظام كمان مفيد لزياده المناعه. فالكورس ده اعتقد ان هو حاجه بتساعد على الوقايه من مشاكل الركبه، وفي نفس الوقت بتساعد في حالات العلاج كمان، اكيد مع الادويه اللي الطبيب كاتبها. بس ممكن حالات العلاج دي توصل لنسبه الشفاء اللي هي المرجوه اللي هي 100%، ولا وانس حصلت او وصلنا بالفعل لمرحله الخشونه فاقصى نجاح ممكن نحققه ان احنا نقلله بس ما نلغوش تماما؟ احنا نفرق بقى بين اتنين، يعني انا مثلا لو عندي لسه بدايه الاعراض واخدنا حاجات زي كده زي المكملات الغذائيه دي، اكيد باذن الله يعني مش هتوصل للحالات المتاخره. طيب الحالات المتاخره اللي هي بتاعه خلاص الدكتور بيقول لازم تغيير مفصل، هل اعتقد اكيد يعني ما فيش من العلاج ده ما هيبقاش بديل لعمليه تغيير مفصل، بس الحكايه كلها ان في ناس ما عندهاش المقدره انها تعمل العمليات دي او بتخاف من العمليات، فعايزين حاجه تمشيهم. الحاجات دي بتساعد على الوقايه وفي نفس الوقت بتساعد على العلاج، اكيد مع العلاج اللي الطبيب كاتبه، ممكن الدكتور يكتب مضاد التهاب معاه، ممكن يكتب مسكن معهم، أي كان بقى الطبيب شايفه، إنما دي في الآخر مكملات غذائية بتساعد في مراحل العلاج بتاعة الخشونة بتاع الركبة. وبرضو ننبه لحاجة، إن في ناس برضو بتسألنا طيب إحنا بناخد كالسيوم فيتامين د العلاج بتاع أو المكمل الغذائي بتاع الخشونة، لو أخدنا عايزين ناخد بقى مالتي فيتامينز شامل، ممكن ناخد مالتي فيتامينز شامل مع ده؟ في حاجة اسمها إلبي مالتي فيت، برضو ده تكملة لهذا الكورس، ده حباية واحدة يوميا، مفيد بقى للناس اللي عندهم أو اللي عايزين حاجة مالتي فيتامينز يدينا الفيتامينات الشاملة للشعر بقى، للبشرة، للمناعة،
يعني فيتامين يدينا كل حاجة شاملة، لأن معظمنا دلوقتي بياكل جانك فود وحاجات مش طبعًا. وبرضه في نفس الوقت محدش بيهتم بالخضار والفاكهه والكلام ده. معظم الستات مثلا اللي بتحتاج حاجه، عندها تساقط شعر، عندها بشرتها بهتانه، مش عارف ايه، كل الكلام ده بسبب سوء التغذيه اللي بيعاني منه ناس كتير جدا، عشان طبيعه الحياه دلوقتي مش زي زمان. الناس ما بتاكلش حاجه طبيعيه زي زمان، فبالتالي بيبقوا يحتاجوا حاجه تكون فيتامينات شامله. فالقلبي مالتي فيت بدي برضو الفيتامينات الشامله، اللي هو بقى الزنك والبيوتين وفيتامين بي المركب والحاجات اللي الناس بتحتاجها في حبايه واحده. طيب احنا اعتقد ان احنا متفقين على ان من ضمن الاسباب الرئيسيه لتحميل الوزن على الركبه وبالتالي اصابتها بالتهابات شديده او حتى خشونه فكره الوزن الزياده. وبقينا بنشوف مؤخرا ان حتى في للاسف الشديد في بعض الاحيان حتى اطفال بيعانوا من السمنه المفرطه وبالتالي عندهم نفس المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها، وكاننا بنتكلم على حد عنده 70 سنه وهو يبقى طفل ما كملش 12 13 سنه. هل الكورس اللي حضرتك اشرت اليه ليه اي محاذير فيما يتعلق بالفئات العمريه اللي ممكن تتعامل معها؟ هو طبعا ده للكبار اكيد، يعني للبالغين مش للاطفال يعني. بس يعني ابتداء من سن كام يقدر؟ من فوق 14 15 سنه مفيش مشكله يعني. طبعا بتاخد زي ما قلنا الجوينت بيكس حبيتين بعد الغداء، الكالسيوم السي دي زد بيكس بعد الفطار، الفيدي بيكس بعد العشاء، لو خدنا الال بي مالتي فيت الفيتامين الشامل يتاخد بعد الفطار مفيش مشكله، او بعد الغداء مش قصه. الفكره كلها بس ان لو حد عنده بدايه الم يلحق نفسه بالحاجات دي. ومع التنظيم الغذائي لو وزنك زايد، حساب السعرات، انك تعمل اي رياضه لو خفيفه، يعني عشان خاطر موضوع الوزن الزايد اكيد حاجه مهمه جدا. زي ما هتاخد مكملات غذائيه تحميك من الخشونه لازم تقلل وزنك باي شكل من الاشكال. انما تقليل الوزن هو عايز اراده في الاول والاخر، وفي نفس الوقت كمان انك تحسب السعرات اللي داخله جسمك بيفرق جامد جدا. موضوع حساب السعرات ده بيفرق جامد جدا. طب برضو من الناس اللي هم اصحاب الوزن الزايد، يعني على الاقل نسبه كبيره منهم مش قليله، بتلاقيهم بالتبعيه مصابين بامراض معينه، ارتفاع في نسبه الكوليسترول، ارتفاع في ضغط الدم، سكر اكيد طبعا. هل اي حد عنده مرض مزمن من اللي انا بقول لحضرتك عليهم دول فيما يتعارض في اي شيء يتعارض ما بينه وما بين المكونات بتاعه هو احنا دايما بنقول اصحاب الامراض المزمنه ما بياخدوش حاجه غير باستشاره الطبيب بتاعه عشان التعارض، لان احنا مش عارفين هو ماشي على دواء ايه بالظبط. فاي دواء انت بتاخده لاصحاب الامراض ضغط وسكر استشير الطبيب بتاعك في اي مكمل غذائي ايا كان هذا المكمل. هي في الاخر حاجات مش مضره، بس برضو بنقول اصحاب الامراض المزمنه لازم تستشير الطبيب او الصيدلي. بالأدوية اللي حضرتك بتاخدها الصيدلي أو الطبيب هيشوف الدواء اللي انت بتاخده ايه ويشوف متعارض مع ده ولا مش متعارض. أوكي. والمفروض المدة الزمنية اللي بعدها نتوقع بداية تحسن ملحوظ في المشكلة؟ هو طبعا على حسب الحالة نفسها، بس طبيعي ان الحاجات اللي دي مكملات غذائية بتساعد على الوقاية وبتساعد على العلاج. الحاجات دي يعني احنا بنقول الكورس 3 شهور مثلا، وفي فريق متخصص اكيد بيرد على الناس من خلال التليفونات اللي ظاهره، بيدل الناس برضو يمشوا عليه قد ايه، يتابعوا معاهم، بيبقى ناس متخصصين بيردوا متخصصين بيردوا على الناس، بيشوفوا الحاله بتاعتهم دي هتستدعي ياخدوا قد ايه الكورس. فده اكيد هيبقى هيساعد الناس في حاجه زي كده. وفي الاخر برضو الحالات المتقدمه لازم اكيد المتابعه مع طبيب متخصص. على ذكر الحالات، يعني حضرتك اكيد ليك مشاهداتك، هل لاحظت مثلا ان في فئه عمريه معينه اكثر عرضه للاصابه بخشونه المفاصل من غيرها؟ هل مثلا الرجاله اكثر من الستات كبار السن اكبر من الشباب؟ يعني ايه ملاحظاتك بهذا؟ هو الستات لسبب، الستات اكتر فئه لسبب، ان الستات بيحصل عندهم نقص في الكالسيوم بسبب الرضاعه، بسبب الحمل والرضاعه والكلام ده. برضو كمان الستات معظمهم قاعدين في البيت ما بيخرجوش في الشمس، فبيبقى عندهم نقص في فيتامين د. الستات معظمهم برضو الحركه قليله، انا بتكلم على معظم السيدات مش السيدات العاملات، معظم السيدات، فبيبقوا قاعدين في البيت اوقات طويله فبيبقوا عرضه اكتر للوزن الزايد. فكل ده بمؤشرات او اسباب بتخلي الستات اكثر عرضه للكلام ده. فبتلاقي انت مثلا الرجاله اللي عندهم خشونه الفئتين اللي هم الرياضيين
اللي بيرفعوا اثقال او بيلعبوا كوره او كده، الرياضات الرياضيات دي او الرجاله بعد سن بقى ما يكبروا يعني في السن. انما بتلاقي للاسف ستات صغيرين وبيعانوا من مشاكل الخشونه، يا اما بسبب الوزن الزايد او بسبب نقص الكالسيوم. لذلك احنا بنقول للستات انت حامل لازم تتابعي مع الطبيب بالنسا من اول يوم في الحمل عشان خاطر يديك الكالسيوم وفيتامين د والحاجات المهمه، كالسيوم بالذات اللي هيحميكي ويحمي عظامك فيما بعد، وكمان لطفلك عشان طفلك برضه في نفس الوقت وبناء عظام طفلك او الجنين بتاعك. وبعد الولاده برضه لازم في فتره الرضاعه تستمري على نوع كالسيوم كويس. لذلك السي ديزيت بيكس اللي احنا اتكلمنا عنه ده مناسب للحوامل والمرضعات، اللي هو الكالسيوم اللي اتكلمنا عنه. فضروري جدا موضوع الكالسيوم للستات، وبرضو بالنسبه للستات اللي ما بتخرجش في الشمس لازم فيتامين د اساسي اساسي. يعني دايما الستات كتير بتقول لنا ايه، انا مهما نمت واخدت راحتي في النوم بقوم الصبح تعبانه مرهقه، عظمي بيوجعني، عضلاتي بتوجعني، عندي خمول، عندي اكتئاب، كل دي اعراض نقص فيتامين د. فعشان كده الفيدي بيكس اللي اتكلمنا عنه اللي هو الفيدي بيكس تركيز 2000 وحده، انا بنصح كل السيدات اعتمدوا على فيتامين د كويس زي ده. الفيتامين د مفيد للعظام، مفيد ان يقلل موضوع الاكتئاب والنرفزه والكلام ده، وفي نفس الوقت كمان كويس جدا طبعا لهشاشه العظام والوقايه من هشاشه العظام. يعني شويه مصلحه من كله. وكمان معظم الستات اللي بيجي لها دايما انا عندي تساقط الشعر ومش عارفه سببه ايه. بتلاقي مثلا حللت صورة دم ما عندهاش انيميا، مفيش عندها اي مشاكل، ايه السبب؟ لو حللت فيتامين د بتلاقي فيتامين د ناقص. معظم الناس كتير برضو من السيدات اللي بيخوضوا رحله محاوله فقدان وزن زايد او بيعملوا ريجيم بالظبط، برضو دايما من ضمن الشكاوى الثابته تقريبا عندها فيتامين د. على فكره لو هو ناقص بيقلل الحرق بدرجه كبيره جدا. يعني ناس كتير ستات كتير بيبقى عندهم مشكله ان الوزن ثابت ما بينزلش، برضو ما بتيجي تحلل فيتامين د بتلاقي فيتامين د قليل. فيتامين د مهم للحرق، مهم للتوازن والهرمونات في الجسم، يعني الهرمونات بتاع الغده الدرقيه، هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر ده مرتبط بنقص فيتامين د لما بيزيد. عشان كده احنا بنقول فيتامين د لو اخدته بالليل هيحسن جوده النوم، لانه بيعمل توازن هرموني وبيقلل الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، فبالتالي بيخليك هو مش منوم فيتامين د بس هو بيحسن جوده النوم، النوم بيبقى مستريح لما تنام. وبرضه في نفس الوقت فيتامين د حاجه بتزود المناعه بشكل كبير جدا واحنا داخلين او احنا في فصل الشتاء في فصل الشتاء. وكمان في نفس الوقت كمان مفيد للشعر للبشره للكلام ده كله، ومفيد كمان للطاقه والباور. يعني انا بقول لك انا لما بكون عندي نقص فيتامين د هتلاقي جسمك دايما مكسر، عضلاتك بتوجعك، الكلام ده كله والوهن. والخمول والوهن والكلام ده كله. فعشان كده الفيدي بيكس اللي هو قلنا عليه ده مفيد جدا للاعراض دي، ومفيد للستات ان هم تستعمل نوع فيتامين د زي الفيدي بيكس. احنا بنقول ان هو مميز ان هو تركيز مناسب حتى من غير تحليل، 2000 وحده دوليه واحده يوميا، والسي ديزيت بيكس الكالسيوم ده الصبح، والجوينت بيكس لو عندنا اعراض الخشونه بناخد حبيتين جوينت بيكس بعد الغداء يوميا، هيساعد على الوقايه وبيساعد كمان في العلاج من الخشونه. عظيم. هل في يا دكتور مثلا مفاهيم خاطئه عند البعض فيما يتعلق بمساله خشونه الركبه او الركب بصفه خاصه او المفاصل بشكل عام؟ هل في سلوكيات خاطئه تستحق ان احنا نصلحها؟ يعني عشان اشرح لحضرتك اكتر، في موروث كده عندنا اللي عنده مشكله في اي مفصل من المفاصل سواء كان كوع او ركبه او كذا بيحس في وجع، فمع نفسه كده يحطط ايه رباط ضاغط وكان الموضوع هيتحل كده. لاي درجه هذا دي مش فاصل. مشكله، بس المشكله الاكبر اللي هي اللي يعني حته الرباط الركبه البتاع اكيد بتساعد، يعني لو استعملت حتى الركبه الجاهزه اكيد لا بتفرق طبعا، حاجه كويسه. انما الممارسات الخاطئه فعلا انك تسرف في المسكنات. تسرف في المسكنات، يعني مش اي الم اقعد اخد جرعات مسكنات وكورتيزون، ده في منتهى الخطوره. يعني انا بما اني صيدلي فبشوف دايما ممارسات خاطئه او تعود من ناس كتير بيبقى غلط جدا، ان الناس دايما اي مسكن اي الم لو خفيف يقوم واخد حقنه مسكن مع حقنه كورتيزون في سرنجه واحده، منتهى الخطوره منتهى الخطوره.
وكمان يا ريت مره وخلاص، لا ده ممكن يكررها في اليوم الواحد مرتين. فارجوكم بلاش كورتيزون الا باشراف الطبيب في حالات معينه هو الطبيب شايفها، والاسراف في المسكنات هيضر الكبد بتاعك، هيضر الكلى بتاعتك. انما احنا اللي اتكلمنا عنه مكملات غذائيه ممكن تبقى تغنيك عن المسكنات. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا وافدتنا كالعاده، ونشوفك على خير باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خلصت حلقتنا النهارده، بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده 10 الصبح في الاهلي.